انا ان شاء الله دلوقتي هقعد مع حضراتكم موفي اتعمل بالدايركتور. تمام زيه. هو الفلاش بيعمل الحاجات دي اكتر، بس الدايركتور برضه بيعملها بس مش بامكانيات الفلاش. الفلاش اخف وفي امكانيات في الانيميشن والاستعراض اكتر من الدايركتور. او انا عن نفسي امكانياتي مش قوي في الدايركتور، يعني مش الفلاش الحمد لله في خصائص كتيره اقدر اعمل بيها حركات اكتر، الدايركتور محدود نوعا ما. برنامج دايركتور برنامج بستخدم فيه لغه لينجو. بعمل دي برمجيه معينه، البرمجيه ديت بقول لحضرتك بستعرض فيها صوت مع صوره مع حركه، كاني بعمل لقطه فيديو بلغه اللينجو، لغه اسمها لغه اللينجو. ان شاء الله كله هناخده بالتفصيل. النهارده هنستعرض واجهه البرنامج ككل، وهنستعرض النوافذ اللي موجوده فيها اللي احنا طول بعد كده شرحنا هنستخدم النوافذ. فالنهارده ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل، هنعرف نوصلها بكذا طريقه علشان يبقى شغلنا سهل. لينجو اسمها لينجو. في لغه بقى لغه الفلاش اسمها اكشن سكريبت. في لغات برمجه ثانيه، هو دايركتور مش كتير سمع عنه بس هو بقاله كتير قديم جدا. كان اول مع شركه ماكرو ميديا ودلوقتي بقى شركه ادوبي. من اول الفيرجن 11 بقى مع شركه ادوبي وماكرو ميديا خلاص كده. احنا كنا اتفقنا في خلال على الجروب ان احنا هنسطب البرنامج، مش عارف الناس سطبت ولا لا. نتمنى من النهارده وانا بشتغل الناس تفتح معايا البرنامج عندها على الجهاز وتطبق معايا، لانه مش هينفع نظري بس، لازم يبقى في عملي واجرب بنفسي. ما حضرتك كل برنامج ليه لغته، زي ما الفيجوال بيزك ما بيستخدمش الاكشن سكريبت، كل برنامج ليه لغه، لغه برمجه خاصه بيه. في برنامج اسمه سيلفر لايت بيستخدم السي شارب، في برنامج فلاش بيستخدم الاكشن سكريبت، برنامج الدايركتور بيستخدم اللينجو، كل برنامج ليه لغه برمجه خاصه بيه. ممكن يكون الاساسيات في البرمجيات دي كلها، لغه البرمجه ككل ممكن تكون اساسيات واحده، يعني اللي هيعرف مثلا فيجوال دوت نت ممكن ان شاء الله يعرف اللينجو. انا ما دخلتش في الدوت نت كتير بصراحه. الاكشن سكريبت قريب شويه من اللينجو، اللي هيعرف لينجو هيعرف يتعلم اكشن سكريبت بسرعه والعكس، يعني اللي هيعرف ان شاء الله لغه برمجه هيعرف يتعلم لغه ثانيه بسهوله. عكس اللي مش عارف خالص، وان شاء الله اللي مش عارف خالص هنعمل مع بعض وهنتعلم واحده واحده. الجماعة أو الأساتذة الحضور اللي لسه أول مرة يحضروا، زي ما قلنا إحنا كنا استخدمنا الفوتوشوب، وأتمنى من حضراتكم ترجعوا للجروب تاني وتتابعوا المحاضرات اللي فاتت، لأنها إن شاء الله هتخدمنا في المحاضرات القادمة. خدنا الفوتوشوب زي ما قلنا، وخدت أنا عن نفسي برنامج الفلاش عملت بيه باتونز. إن شاء الله أستاذة سارة هتشرح بيه البرمجية كبرمجة بقى من خلال برنامج الفلاش. برنامج الفلاش اكثر استخداما من الدايركتور لانه بيترفع النت بسهوله وبيبقى خفيف حجمه. فان شاء الله استاذه ساره هتشرح الجزء الفلاش من باللغه الانجليزيه، وانا هشرح الدايركتور وهعرض عليه البرمجيه باللغه العربيه. كان برضو كلام للي لسه جداد ان احنا هنعمل سي دي واحده، السي دي هتبقى متقسمه لقسمين، قسم باللغه العربيه وقسم باللغه الانجليزيه. هتنقل منهم بينهم من خلال زرار في الشاشه الرئيسيه للطالب اللي عايز يعرضها باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. هنعرض فيها الابجديه العربيه والابجديه اللغه الانجليزيه من خلال اسماء الحيوانات وصوتها، وصوت هينطق اسم الحيوان. هي طبعا للاطفال، هنحاول نعرض فيها اكبر كم من المعلومات اللي هتفيد الطفل، او هتعرفه بالابجديه في نفس الوقت تعرفه اسماء الحيوانات. استخدمنا فيه الفلاش والفوتوشوب. الفوتوشوب انا باكد او بتمنى من الناس الجداد يتابعوا المحاضرات القديمه، لان كان فيها شرح مفصل ازاي اعمل تاثيرات على الصور. طبعا برنامج الفوتوشوب بستفيد منه في ان انا بعمل معالجه للصور. حاليا بقى طالع ان انا اعمل عليه 3 دي واعمل انيميشن، بس ده في الاصدارات الحديثه سي اس 5 وسي اس 6. مش هنعوزها هنا، احنا الانيميشن الحاجات دي هنعملها من جوه الدايركت، مش هنحتاجها من الفوتوشوب. ان شاء الله المحاضرات اللي فاتت شرحها بالتفصيل، وانا اتمنى حد يبعت لي سؤال، اتمنى. يعني حضرتك ممكن تدخل على المحاضرات اللي فاتت ان شاء الله تعالى.
ولو في اي حاجه واقفه مع حضرتك من خلال الجروب احنا مع بعض باذن الله. هو في ما شاء الله واحد او اتنين يعني بيسالوا، وانا بسعيد بالاسئله دي لانها بتفيدني انا كمان، لان في حاجات طبعا بستخدمها كتير وحاجات ما بستخدمهاش كتير. لما بيبقى في اسئله بيبقى في تجديد للمعلومات ليكم وليا. ربنا يجازيكم خير، شكرا جزيلا. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع الدايركتور، بس ما عرفتش سطرنا الدايركتور ولا لا؟ سطرناه ولا لا؟ لا بصراحة لا. أنا كنت عايزة أكد بس للأسف والله كنت مشغولة جدا، كنت عايزة أكد إن يا ريت كلنا نسطبه قبل محاضرة النهاردة. على الجروب إن شاء الله ده أعمل ثاني ثلاثة نازل الجروب بتاع البرمجة. طب أتمنى من الجميع إن شاء الله من أول المحاضرة الجاية نكون كلنا مسطبين. الدعم الثاني هينزله حضرتك. أتمنى كلنا نسطب إن شاء الله، والمرة الجاية نشتغل مع بعض. الدايركتور عايز شغل يدوي أو ظرف، عشان لو واحد جديد هيبقى بالنسبة له يعني أي حاجة هتقف قدامه نسأل مع بعض، نسأل بعض إحنا مع بعض. هو لازم يكون عملي مش هينفع نظري. وانا بعتذر لكم لان انا لسه دلوقتي معايا الاصدار القديم، انا ما سطبتش برضه دايركتور حاجه عشان بس ان شاء الله المره الجايه باذن الله. والله يا جماعه انا يعني ان شاء الله اتمنى النهارده هيبقى المحاضره مفيده، بس انا اسفه فعلا وقت ضيق جدا عندي اليومين دول، فارجو منكم معذره. انا هعرض ان شاء الله، يعني كنت عامله موفي صغير قوي كده في اول محاضره خالص، من خلال الموفي ده هنتكلم عن الدايركتور كمقدمه. ربنا يخليكم جميعا يا رب. لو حضرتك عارف الفيجوال استوديو خلاص ده يعني ده برنامج تاني، لو حضرتك عايز تتعلمه هي المحاضرة دي ان شاء الله هنشرح فيها ده. يعني الكورس ده او الدبلومة دي، الدبلومة دي كنا الهدف منها نتعلم فوتوشوب بسرعة، يعني طبعا في دورات تانية كانت بتعلم الفوتوشوب بالتفصيل وبيعلموا البريمير بالتفصيل. احنا عملنا جروب او كوكتيل كده من البرامج اللي هتعمل في الاخر منتج اقدر اعمل بيه اي حاجه تفيد طلبات، تفيد واحد عايز يعمل محاضره مثلا او عايز يقدم رساله ماجستير دكتوراه ممكن يعملها بالطريقه دي. فالهدف في الاخر ان انا عامله كوكتيل من برامج، البرامج دي هتطلع لي في الاخر منتج ان شاء الله اقدر اقدمه في اي مكان انا عايز اشتغل، عايز اشتغل، عايز اعمل رساله، عايز اقدم معلومه لطفلي حتى ان شاء الله عن طريق الموضوع. لو حضرتك عارف الفيجوال ستوديو خايف المعلومات لخبطه يعني هتتلخبط مش عارف اللي حضرتك شايفه خلاص انا ما انا لسه هدخل ان شاء الله. حاضر انا هعمل بقى سكرين شير وهدخل على برنامج الدايركتور. زي ما اتفقنا كنت في اول محاضره خالص عامله مشروع صغير كده ببرنامج الدايركتور، هفتحه النهارده وهنشرح من خلاله واجهه البرنامج بالتفصيل. هروح شويه، ربنا يكرمك يا فندم، هروح شويه للدايركتور وهنرجع تاني لو في اي حاجه هنتكلم مع بعض فيها. هو للاسف الصوت اللي بيبقى في البرنامج مش بيبان. ده دايركتور الماكس، ان شاء الله المره الجايه هسطب دايركتور 11 عشان يبقى كلنا مسطبين نفس النسخه ونتكلم منها. زي ما بشوف دلوقتي اول ما بفتح واجهه البرنامج انا بيبقى عندي مجموعه، الاول انا فتحت الدايركتور ازاي؟ طبعا زي اي برنامج عادي من قائمه الترك في البروجرام بفتح بدور على البرنامج بتاعي، هو دلوقتي بيبقى موجود جوه ماكرو ميديا عشان الاصدار قديم، لكن الاصدار فيرجن 11 هيبقى جوه ادوبي. لو فتحت ادوبي هلاقي دايركتور. انا خلاص فتحته من قائمه ستارت بروجرام ماكرو ميديا دايركتور او من الشورت كات اللي بيبقى موجود على الديسك توب. بيبقى عندي رمز الشورت كات بالشكل ده. خلاص انا ممكن اعمل شورت كات عشان اوري حضراتكم، هو بيبقى رمز الشورت كات بالشكل ده بالظبط. بياخد الرمز ده.
يبقى يا اما من الشورت كات على ديسك توب، يا اما من برنامج من ستارت بروجرام ماكروبيا دايركتور ام اكس. اول ما بفتح البرنامج عندي بيبقى عندي المنظر ده. عندي اول بار بيبقى المنيو بقى التول بار، عفوا التايتل بار. التايتل بار ده بيبقى فيه رمز البرنامج واسم الموفي اللي انا مسمياه واسم البرنامج، وطبعا الحاجات اللي اي برنامج موجود داخل دي اس ونز بيبقى كده، اللي هو الكلوز او المينيمايز الماكسمايز والمينيمايز. ده شريط العنوان بيبقى رمز البرنامج، اسم الموفي اللي انا واقف عليه، والملف اللي جوه الدايركتور بيبقى اسمه موفي. يبقى انا ان شاء الله خلال الدايركتور كل كلامه هيبقى الموفي. يبقى اسم الموفي اللي احنا فاتحينه وهو رحله في عالم البرمجيات التعليميه، والملف بتاعي الاكستنشن بتاعي. الشريط الثاني شريط القوائم المنيو بار، برضو ده نفس الترتيب بيبقى موجود في اي برنامج بفتحه، سواء كان برنامج جرافيك او برنامج وورد، اي برنامج بيبقى فيه الموضوع ده الترتيب ده. التايتل بار، المنيو بار، كنترول بار، تول بار، وبعدين كنترول بار لو حصل هنفتح عليه دلوقتي كنترول بار. يبقى الترتيب بتاعهم التايتل بار، المنيو بار، التول بار. احنا اتكلمنا عن التايتل بار، انا لو عملت دبل كليك على العلامه دي هيقفل لي البرنامج. المنيو بار برضه بنفس التفصيل، قائمه فايل فيها الحاجات اللي بتبقى ثابته في كل برنامج، بيبقى متقسمه بارتيشن، كل بارتيشن بيبقى يعني قريب من بعضه في خصائصه. عندي النيو والاوبن والكلوز زي ما اتفقنا برضو في برنامج الفوتوشوب، لما بلاقي قائمة جنبها أو اسم حاجة جنبها ثلاث نقط ده معناه إنه هيفتح لي مربع حواري تاني هيسألني عليه على حاجة هتفتح إيه. لما بدوس عليه أوبن بيطلع لي المربع الحواري يقول أنت عايز تفتح أي ملف والإكستنشن بتاعه والتايب بتاعه إيه، وبحدد مكانه أقول له أوبن خلاص بيفتح. يبقى لما بلاقي أي كلمة جنبها ثلاث نقط زي ما اتفقنا، يفضل لو واحد بيستخدم البرنامج كتير قوي يفضل يبقى عارف الموديفاير كي او مفاتيح الاختصار، بتساعده كتير وبتبقى اسرع شويه في العمل. مش لسه هروح بالماوس وادور على قائمة فايل ادور على كذا، ببقى انا عارف على طول الامر دوت الاختصار بتاعه بروح في المفاتيح كذا وبروح عليه على طول. هنا قائمة فايل زي ما قلنا مقسمه لمجموعه من السكشن. السكشن الاول نيو اوبن وكلوز. كلوز دوت هيقفل لي الستيج بتاعت، انا هتكلم يعني ايه ستيج دلوقتي وهتكلم يعني ايه كلاس ويعني ايه سكور، بس معلش اسمعوني انا لما عملت كلوز قفل لي الستيج هفتحه تاني كده، لكن اكزت بيقفل لي البرنامج كله. يبقى انا عندي ثلاث طرق لغلق البرنامج من الدايركتور: اكزت وعلامه الاكس اللي هي برنامج الاحمر ودبل كليك على رمز الدايركتور. نيو يقول لي انت عايز تفتح نيو ايه، موفي ولا كاست؟ لو لاحظنا في البرامج التانية، وهكمل على برنامج الفوتوشوب لان احنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت كتير، لما كان بيقول لي نيو كان بيعمل لي برضه ثلاث نقط جنبيه كده عشان احدد المقاس بتاعها والمواصفات الاخرى اللي هو هعمله اتش بي ولا هعمله سي ام واي تي والكلام ده والريزوليوشن بتاعته ايه وكده. لكن هنا بيطلع لي حاجة تانية، بيطلع لي امرين تانيين، يعني انت عايز تفتح موفي جديد ولا عايز تفتح كاست جديد. موفي جديد ما طلعليش برضو ثلاث نقط اللي جنبيه، ده معناه خلاص امر يعني هفتح موفي جديد ملوش اي اختيارات ثانيه. لكن ليه هفتح كاست جديد عمل لي ثلاث نقط جنبه يعني مربع حواري ثاني؟ ده ان شاء الله هنتكلم عليه كمان ربع ساعه. البارتيشن الاول خاص بالجديد والقديم، هفتح جديد وهفتح قديم او هقفل الستيج اللي موجود عندي. وبعدين الجزء الخاص بالسيف الريزلت هنتكلم عنه برضو وقته، بس ممكن اتكلم عنه دلوقتي بسرعه بحيث نبقى عارفين. ريزلت دوت يعني انا عملت مجموعه من الاوامر او عملت مجموعه خطوات كتير على البرنامج وما حفظتش، وبعدين اكتشفت ان في حاجه غلط عملتها، فممكن ارجع في كلامي بسرعه عن طريق ريزلت، لكن لو عملت سيف يبقى خلاص الامر اتنفذ. امبورت انا بستورد حاجه سواء كانت صوره او ايا كان او فيديو او كذا او ما الى ذلك، يعني وقتها هنوصل لها. اكسبورت بصدر، وده هنستخدمه وقت تصدير لصوره او تصدير لموفي او تصدير لقطه فيديو من البرنامج. الجزء اللي تحت ده كله ان شاء الله هنستخدمه في نهايه البرمجيه بتاعتنا لما نيجي نحوله للبروجكت او نرفعه على النت او نحدد مواصفاته اللي هتبقى يعني نرفعه على النت
او هنطبعه لو هنطبع كام ورقه منه مثلا، هنطبعه على هيئه ملف وورد او ملف بي دي اف، كل ده هنستخدمه في الجزء من اول كريت بروجكت لغايه سنت ميل. ريسنت موفي ده بيقول لي الملفات اللي انت فتحتها احدث ملفات تم فتحها. دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ساعات لو انا مثلا بشتغل على برمجيه او على شغلي وزدت يوم ولا حاجه، وبعدين زميلي عايز يعرف انا كنت واقف فين عشان يكمل. دي بتفيدني في كده. لو انا نسيت انا كنت حاطط اخر ملف اشتغلت عليه فين، برضه برجع للموضوع. انا من البريفرنس ممكن ازود قوائم دي او اقللها. يعني انا مثلا قلت له احفظ لي لغايه اخر 10 ملفات، او احفظ لي لغايه اخر 5 ملفات، او ما تحفظليش خالص. انا ممكن اتحكم في الموضوع ده من قائمه ستايل ريفرنس عفوا ايديت ريفرنس. دايما هنلاقي في الدايركتور عندي موفي وعندي كات، وهنعرف برضه ليه فصل ده عن ده كمان شويه. يبقى بيقول لي انت اخر موفيات فتحتها كانت كده، واخر كاستات فتحتها كانت كده. اكتب ده، لو دوست عليه هيقفل لي برنامج الدايركتور كله. هرجع للغرفه تاني وبعدين نكمل ان شاء الله. معايا لغايه دلوقتي ولا في حاجه واقفه؟ الو تمام. معلش هي اول محاضره هتبقى نظري شويه، لكن ان شاء الله هحاول يعني ادخل على برنامج البروجكت بتاع الرحله ده علشان ما نتهاش شويه كده وشويه، وهستعرض بعض الموفيهات اللي انا اشتغلت فيها قبل كده عشان نعرف برنامج الدايركتور ده ممكن يعمل ايه. فمعلش سامحوني لو النهارده نظري، بس هو النهارده الاساس للشغل الجاي باذن الله. طيب هرجع تاني للدايركتور. انا خليكم فاتحه شويه كده عشان السواد اللي موجود هنا. هي برضه نفس الحكايه، معروف ان قائمه فايل بيبقى فيها حاجات معينه، وقائمه ادت فيها حاجات معينه، دي بتبقى مشتركه في كل البرامج. في حاجات ممكن تنقص او حاجات تزيد حسب البرنامج، لكن الاساسيات موجوده في كل البرامج زي بعض. كالعاده خطوه لقدام خطوه لورا، يعني ارجع لي خطوه او قدم خطوه، كنترول زد كنترول واي. الجزء ده خاص بالدايركتور. دوبليكيت زي الفوتوشوب، يعني هيعمل لي كوبي من السبرايت او العنصر اللي واقف عليه. ان شاء الله هنعرف دلوقتي ايه السبرايت والكاست والكلام ده كله. انا مش عايزه اشرح القوائم بالتفصيل، بس انا ممكن افتحها مع حضراتكم لو في حاجه جديده ممكن اقول. الجزء ده كله ان شاء الله هنشرحه مع السكور. البريفرنس ده اللي انا كنت بقول عليه ده، انا اقدر اتحكم عن طريقه من خلاله ايه اللي هيتعرض في كل نتيجه من النواتج اللي موجوده. هي كنوع من انواع العرض ليا انا، مش هتبان في البرمجيه لما هتطلع. يعني انا بقول له مثلا في البريفرنس كاست، انا عايزه الكاست بتاعي يبقى فيه كذا، يتشال منه حاجه، يتحط حاجه، هنشرحها بتفصيل ثاني. انا عايزه اقول ايه ان البريفرنسز ديت، انا عايزه ايه اللي يبان لي وايه اللي ما يبانليش اثناء تنفيذ البرمجيه. الحاجه اللي هتفيدني او بستخدمها كتير خليها لي موجوده، والحاجه اللي مش بستخدمها كتير شيلها من الدنيا. هو نوع من انواع ترتيب العمل، او انت بتحب ايه او ما بتحبش ايه يبان عندك في النواتج اللي بعضها. وزي ما اتفقنا برضو في الفوتوشوب اللي ما كانش معانا برضو يبقى معانا النهارده، انا لما بفتح الكيبورد بستخدم الكيبورد بتاعتي زي ما اتفقنا، الت مع الحرف اللي تحته خط، هو بس للاسف مش موجود دلوقتي، بس احنا عارفين الت مع اف هيفتح لي قائمه فايل، الت مع اي هيفتح لي قائمه ايديت، الت مع اي هيفتح لي فيو. هي كانت زمان محطوط شرطه تحتها لكن دلوقتي مش موجود. احنا جربنا دوسنا الت واف، هندوس الت واف، بس الت اف فتح لي قائمه فايل. لو دخلنا جوه هنا شفنا الام تحتيها خطه، والاوبن تحتها تحت الاو شرطه، الكلوز تحت السي شرطه. ده معناه ان انا لو دوست الت سي هنا، الت سي هتفتح لي قائمة كنترول، الت سي فتحت لي قائمة كنترول. اهي لما وقفت دلوقتي على اي واحدة منهم جاب لي الشرط اللي تحتي. يبقى الت اكس هيفتح لي قائمة اكسترا،
Alt W هيفتح لي ويندوز، Alt Help وهكذا. دي حاجات في الويندوز بس أنا يعني عشان بحب أستخدم المفاتيح باختصار بحب أقولها في الشرح. يبقى زي ما اتفقنا أي حرف تحت شرطة بدوس على Alt معاه بيفتح لي الويندوز دي. جوه الويندو بقى عايز أفصل حاجة معينة يبقى كنترول. أنا عايزة أفتح الـ N هيبقى كنترول N، عايزة أفتح الـ Open هيبقى كنترول O وهكذا. دي كنت قلتها في أول محاضرة مع الفوتوشوب بس هتبقى عارفاها. كنترول N New، كنترول C Copy، كنترول Z تراجع، كنترول X Cut، كنترول V نسخ وهكذا. ان شاء الله النهارده برضه خلال الكلام هقول ايه الموديفاير كي اللي بنستخدمه. لو في اي حاجه تمام يا جماعه معايا دلوقتي. مش هكمل القوائم هتيجي في وقتها وهشرحها عشان ما نزهقش. هنتكلم بقى على الحاجة الخاصة بالدايركتور. كل دي حاجات مشتركة في كل البرامج سواء كانت برامج جرافيك أو برامج برمجة أو وورد أو برامج أوفيس. يعني الحاجات دي مشتركة في كل البرامج اللي بتعمل تحت بيئة الويندوز أو الأبل ماكنتوش، دي كلها مشتركة. هنتكلم بقى في الحاجة الخاصة بالدايركتور. الخاص بالدايركتور عندي هنا في الكنترول بانل. طبعا الكنترول بانل مع كل برنامج بيختلف حسب إمكانيات البرنامج ده. انا عندي هنا في حاجه التول تيب دوت، لما بقعد شويه كده بيجيب لي اسم الحاجه اللي انا واقف عليها. دي برضو اقدر الغيها او اسيبها من خلال قائمه edit preferences والغي او اسيب الموضوع ده. هو طبعا يفضل يبقى موجود عندي عشان لو انا جديد عايز اعرف الرمز ده معناه ايه، الرمز ده معناه ايه وهكذا. لو لاحظنا هنا نلاقي اي حاجه جوه دايركتور هتلاقي موفي وكاست، موفي كاست. يعني ممكن يبقى الكاست جوه الموفي وممكن يبقى الكاست منفصل عن الموفي، وهناخد ده ان شاء الله النهارده. هنا بيقول لي ان انت ممكن تفتح نيو موفي من هنا. وزي ما عرفنا في اي برنامج اقدر اوصل للخطوه الواحده باكثر من طريقه. يعني انا الفايل النيو موفي ده ممكن اجيبها من هنا، هيجيب لي نيو موفي هيقول هتسميه ايه. ممكن اجيبها من قائمه فايل نيو موفي، ممكن اجيبها من كنترول ان من الكيبورد. يبقى انا كده عندي ثلاث طرق للحصول على موفي جديد جوه الدايركتور. لكن الموفي دوت لما بختاره بيقفل الموفي القديم اللي انا واقف عليه بيفتح لي موفي جديد. ده يعني مثلا الفوتوشوب ما فيهوش الحكايه دي، الفوتوشوب ممكن افتح فيه موفي في وقت واحد. عفوا اثنين بي اس دي في وقت واحد. لكن جوه دايركتور لما بفتح واحد جديد بيقفل القديم. نيو كاست بقى لا، ممكن اجيب كاست اكتر من كاست في مكان واحد مش مشكله. هنا بيقول لي اوبن زي دي برضه ممكن اجيبها من قائمه فايل. يبقى المجموعه دي كلها ممكن اوصل لها من هنا زي ما شفنا هنا برضه مقسم الى سيكشن. السيكشن الاولاني ده كله ممكن اجيبه من قائمه فايل. عندي هنا نيو موفي، نيو كاست، اوبن، ودي حاجه اسمها امبورت. الامبورت دوت بيستورد لي اي حاجه منتجه بره برنامج الدايركتور. يعني كل الصور وكل الحاجات اللي احنا عملناها جوه الفوتوشوب ممكن اجيبها من خلال البطن ده امبورت. هدوس على امبورت تقول لي انت عايز تجيب ايه ومنين. هنجرب كده. انا فتحت دلوقتي قائمه امبورت، فبيقول لي امبورت فايل انتو انترنال. يعني ايه انتو انترنال؟ هنعرفها بس هقولها برضه. الانترنال هنا ده القسط الافتراضي اللي بيحطه برنامج الدايركتور جوه الموفي اللي انا مسمياه هنا رحله او اي موفي. تلقائي بيبقى فيه انترنال قسط بيبقى داخلي مكتبة داخلية مع الموفي جوه دايركتور. فبيقول لي تلقائي انت هتحط جوه الانترنال الا اذا انا بقى سميت او اخترت في حتة تانية، بس هو في الديفولت عشان انا واقفة جوه الانترنال وهرجع لها تاني اعمل كانسل كده. انا هنا واقفة جوه كاست اسمه انترنال. لو انا عندي اكتر من كاست واقفة جوه الكاست التاني هيقول لي انت هتدخله جوه كاست تاني. فبختار امبورت وبقول له انا عايزة اللقطة الفلانية اللي جوه الملف الفلاني. أنا مثلا مسميها هنا دايركتور.
الرحلة أصلا، الخطوط بتاع الرحلة. أنا برضه إحنا كان المفروض أبقى عاملة فولدر كبير، الفولدر ده باسم البرمجية بتاعتي، جوه الفولدر ده فولدر تاني للفوتوز ده، الفولدر للساوند، فولدر للفيديو، فولدر للتكست. طبعا أنا كل حاجة لفولدر خاص، بحيث إن أنا اشتغلت أو أي حد بيكمل ورايا يبقى الشغل مرتب، وكل عارف كل واحد عارف هيكمل منين. أنا مثلا اخترت الصورة دي وهقول له آد. لو أنا اخترت صورة واحدة أنا ممكن مثلا أحط أكتر من صورة. المرة اللي فاتت عملنا إمبورت الساوند وحطينا، إحنا اتفقنا ما يزيدش عن 20 في المرة الواحدة، أكتر من كده البرنامج بيقفل لوحده. أنا مثلا هدوس كنترول واختار صورة تانية، صورة تالتة متفرقة مثلا، وأقول له آد، وبعدين أقول له إمبورت. يقول لي ان في واحده مثلا فيه انيميتد جيف وفي واحده ايمج، انت عايزهم كده ولا كده؟ اقول له اوكي. مثلا لو دي جيف اخليها اوكي. طلع لي واحده ثانيه عايزها بالمقاس ايمج 32 بت ولا 24 بت، اقول له كده. خلي لي هو اقول له سيم سيتنج فور ريمينينج ايمجز، خلي كل الصور الباقيه نفس النظام، اقول له اوكي. دي نزلها لي كده. هنتكلم عن رمز كل حاجه من الحاجات دي وايه معناها. انا بس كنت بعرف يعني ايه او ازاي هجيب امبورت لاي ملف تاني. المره اللي فاتت لما عملنا امبورت للساوند قلنا ان احنا ممكن نجيبه من اكتر من طريقه، زي ما اتفقنا الاربع باتنز الاولانيين دول ممكن اجيبهم من قائمه فايل. عندي هنا امبورت، يبقى واحد من قائمه فايل امبورت، تاني حاجه من كنترول بار الباتنز ده، تالت حاجه رايت كليك على الخط واقول له امبورت، رابع حاجة كنترول R من لوحة المفاتيح هيعمل لي إمبورت. أنا عندي أربع طرق للوصول لإدراج ملف أو لاستيراد صورة أو ملف من بره بره الدايركت. ده السكشن الأولاني. السكشن الثاني بيبقى موجود جوه قائمة إيديت، سيف، سيف أول، ده شوك ويف هنتكلم عنه ساعتها، بستخدمه لما برفع الملف على هنا. الاندو والكابي والبيست، يبقى كل سكشن موجود في قائمه من القوائم، وبيبقى موجود او مختص بالحاجات او العناصر اللي انا بستخدمها كتير، فبيوفر عليا بدل ما اروح للقائمه هو حاططها لي تلقائي في شريط الادوات. هنا الباتن ده هو الرمز دوت اسمه فايند كاست ممبر، ابحث لي عن كاست انا عايزه. ايه كاست ممبر؟ هنتكلم عنه برضه ساعتها، بس هقوله دلوقتي بسرعه. اي حاجه من الحاجات دي اللي موجوده جوه حاجه اسمها كاست، اسمها كاست ممبر. لما بدوس عليه كده انا مش لاقي حاجه معينه، وانا عارفه اسامي العناصر بتاعتي بس تهت من كتر العناصر اللي هي كتير. طب اقول له دور لي في الكاست اللي اسمه انترنال على الاسم الفلاني اللي هو A B C مثلا 1. هيقول لي هو ايه، ممكن احدد اقول له اسمه ساوند، يبقى ده بيوصل على الاختصار، يعني بيوصل عليه البحث. انا عايز الكاست ممبر اللي اسمه اي بي سي 1 نوعه ساوند مكانه كذا، هو بيجيب لي كل الحاجات اللي اسمها اي بي سي. فانا لقيت اي بي سي 1 اهو واقول له سلكت، حدده لي على طول. يبقى انا لو عندي مجموعه عناصر كتير ومش قادر اجيبها بسرعه عن طريق قائمه الفايند دي اجيبها. هنستخدمها استخدام اخر بس ان شاء الله في اخر البرمجيه، لما انا ببقى عايزه اخلص من كل العناصر الزياده اللي انا مش حاططها جوه البرمجيه بتاعتي، وعايز اقلل حجم الملف بستخدم برضو الموضوع ده. هقول له مثلا انا مش هفتح بس هعرفه بيها، هقول له انا عايزه العناصر اللي جوه الانترنال، الكاست اللي اسمه انترنال. انا عندي اكتر من كاست وهنعرف ازاي برضو دلوقتي. بفتح من هنا واقول له حط لي مثلا او سمي لي او هات لي الكاست اللي اسمه كذا. انا هنا عشان في البروجكت دوت مش عامله اكتر من انترنال كاست، فمش حاطط غيره. ان شاء الله كمان شويه هنستعرض مجموعه برمجيات اخرى وهيبقى فيها اكتر من كاست. يبقى انا بقول له حدد لي الكاست الفلاني اسم الممبر كذا، ممكن الغيه. لما بقول له ان انا عايزه افتح يوسج، امسح لي كل العناصر او كاست ممبرز اللي مش مستخدمه جوه الانترنال كاست. فبحدد، لازم احدد عنصر من العناصر اللي مش مستخدمه واقول له سيلكت اول.
كده قال لي ان كل العناصر دي مش موجوده على السكور عندك على في البرمجيات بتاعتك، بس مش شرط انها ما تكونش على السكور انها ما كنتش مستخدماها. يعني مثلا انا عامله مسجله الصوت دول، الصوت ده حطاه بس مش حطاه جوه السكور، وهنعرف ازاي برضو خلال رحلتنا. فبقى لازم ابقى عارفه ايه العناصر اللي انا استخدمتها او ما استخدمتهاش جوه البرمجيه، وهعرف هنصح ايه. الخطوه دي ما مش هعملها الا في نهايه البرمجيه خالص، ويكون عندي نسخه واثنين منهم احتياطي. الهدف منها ايه الخطوه دي؟ لو هي فيها خطوره كده، ان انا اقلل حجم البرمجيه بتاعتي عشان لما اطبعها على نت او اطبعها على سي دي ما تكونش تقيله اثناء تحميل. كل ما تتخلص من الكاست ممبرز اللي مش مستخدمه، كل ما يبقى حجم البرمجيه قليل قليل، كل ما يبقى تحميلها اسرع على النت او على السي دي. هرجع للغرفه تاني ونكمل بعدها. ايه الاخبار يا جماعه؟ معلش انا عارفه ان انا نظري النهارده كتير، بس طب انا 10 دقايق كده هستعرض برمجين تاني عشان ما نتعبش ونرجع للنظري تاني. بس انت معايا لغايه دلوقتي ولا زهقتوا؟ اوكي. لو الشاشه معقول كده انا ممكن اقفل السكرين شير بتاعها تاني. تمام. طيب ارجع للدايركت تاني ولا في سؤال؟ ومعلش عشان ما نزهقش المره الجايه، لان النظر طبعا من غير تطبيق بيخلي الواحد يمل. المره الجايه اتمنى من الجميع نبقى كلنا ان شاء الله في دايركت مع بعض، ساعتها ان شاء الله هيبقى الاستفاده 100%. هرجع للدايركت. احنا وصلنا للفايند، عندي الزرار اللي بعده الـ Exchange Cast Member، مش هتكلم عنه دلوقتي لأن نظري بس مش هفهمه، لأن هعمله بسرعة بس هرجع له تاني في وقته برضه. أنا أتمنى تكونوا شايفين معايا الشغل على الدايركتور، أنا مش عارفة كده باين ولا شاشة سودة عند الناس. هرجع كده نشوف الأخبار. لما بفتح دايركتور بتبقى شايفين ولا شاشة بتبقى سودة؟ أما بفتح الكاست والستور الحاجات دي شايفينها ولا لأ؟ شايفينها. الناس معايا ولا ايه اللي حصل؟ طيب حاجة الدايركتور التاني ده معناه يعني بدل لي عنصر بعنصر من جوه المكتبة. هبدل ايه بايه مثلا؟ هدور على حاجة تبقى باينة اوي. انا مثلا عايزه ابدل الكلمه دي بالكلمه دي. انا بوقف هنا بعمل دبل كليك عليها كده بيجيب لي الكلمه دي في الكاست، بقطع الكاست هنا عارفه مكانها، عايزه ابدلها كلمه رحله مثلا، يعني دي كلمه عالم عايزه ابدلها برحله. حسيت ان انا مثلا كلمه رحله هتبقى هنا احسن من هنا، هقف على كلمه رحله هنا وهدوس على change cast member. بيحصل ايه؟ بيبدل. يبقى انا حددتها دي موجوده فين على حاجه اسمها سكور، هعرفها دلوقتي بالتفصيل. الكلمه دي مكانها في السبرايت رقم 4، كل ده ما تقلقوش يا جماعه نقوله بالتفصيل. انا حطيتها هنا، اقول الجزء المظلل ده هو ده الكلمه،
مكانها فين في الكاست؟ مكانها ده. عايز تبدلها بمين؟ بدي. فبحدد بعد ما بظللها على السكور، بحدد الكلمه الجديده من على الكاست، وبدوس على الزرار ده بيبدل الكلمه دي بالكلمه دي. هرجع تاني هقول له لا خلاص كده بدلها لي كده. دي فايده الزرار ده. ممكن اعملها بالكنترول مش فاكره بس متهيألي كنترول اي يبدلها. كنترول اي بدل. هنجرب مع بعض كده. اه انا بدوس كنترول اي بيقوم بنفس وظيفه تشينج كاست نمبر ده. تاني هنا واقول كنترول اي رجعها لي تاني. ايه الثلاث زراير دولت؟ دولت زي اي برنامج بيبقى فيه انيميشن او حركه او استعراض لاي مجموعه صور او فيديو، بيبقى فيه اللي هو الريويند، ارجع لاول اللقطه خالص، وفي ستوب وفي البلاي. انا ممكن اعمل ستوب شويه وبعدين اقول بلاي شويه وبعدين اقول لا وقف، لا ارجع لي من اول الموفي خالص وارجع اعرض تاني. الثلاث زراير دولت هم كل الشغل بتاعنا على الدايركتور، وكل الحاجات التانية بتخدم الثلاث زراير دول. الثلاث زراير دول ايه؟ ده الستيج. زي ما احنا عارفين اسم البرنامج دايركتور، دايركتور يعني مخرج او اخراج يعني. ودي ستيج يعني زي خشبة المسرح. انا لو تخيلتها بالوضع ده، دي خشبة المسرح. المخرج قال للباص يوصل في الوقت الفلاني، السحابة دي تطلع امتى، السحابة دي تطلع امتى، الشمس تتحرك بالشكل ده امتى، ده كله بيتعمل. ودي اسمها ستيج خشبة المسرح. وقت العرض او الوقت اللي بيشوفه المستخدم البرمجية مش هيشوف غير الجزء ده بس. لما بدوس كنترول الت 1، كنترول الت 1 هو ده اللي بيشوفه المستخدم البرمجية، بس طبعا من غير الجزء اللي تحت. يبقى كل الشغل والكواليس اللي ورا دي مش هنشوفها مستخدم البرمجيه، مش هنشوف غير الستيج ده. اي حاجه تتعرض على الستيج هو ده اللي هنشوفها مستخدم البرمجيه. يبقى ده المنتج النهائي اللي هيطلع من السي دي بتاع الستيج. الستيج ده اقدر اجيبه باكتر من طريقه برضه زي ما اتفقنا، يا اما عن طريق الزرار ده، يا اما من قائمه ويندو اختار ستيج وارجع برضه لو هي مش مظلله اختارها، يا اما كنترول 1 يقفل او يفتح لو هي مش موجوده. يبقى كل حاجه اقدر اوصل لها باكتر من طريقه. هيلاقي طريقته، اللي بيحب يستخدم القوائم، اللي بيحب يستخدم الكيبورد. مع السرعه الكيبورد بيبقى افضل استخدام واسرع. يبقى انا عايز اوصل للستيج بدوس كنترول 1، لو مقفوله افتحها ولو مفتوحه يقفلها. الحاجة التانية دي خشبة المسرح. الحاجة التانية طب خشبة مسرح من غير ممثلين، ملهاش ممثلين وأعضاء الفريق كله سواء كان مصور أو فني أو أي حاجة، كل دولت هلاقيهم موجودين جوه حاجة اسمها كاست. زي ما بيقولوا في لغة التمثيل يعني الكاست والسكريبت والحاجات دي كلها هلاقيها، أو هتلاقي المصطلحات دي موجودة جوه برنامج الدايركتور. دول فريق العمل، من اول عامل من اصغر عامل للمخرج هلاقيهم موجودين هنا. انا هنا عندي وكل حاجه ليها رمز هنتكلم عنه دلوقتي. ده اي حاجه استخدمتها جوه البرمجيه لازم هلاقيها جوه الكاست، سواء كان كاست اسمه انترنال او ايا كان. هنكمل بس استعراض الباقي دوت، هنرجع للكاست بالتفصيل. بعد الكاست برضه نفس الحكايه، اقدر اوصل للكاست باكثر من طريقه، يا اما عن طريق كنترول بار دوت بدوس على الزرار ده، يا اما من قائمة ويندو كاست، يا اما من نفس المفاتيح كنترول 3. كنترول 3 يقفل او يفتح الكاست. نفس الحكاية برضو، ده اسمه سكور، ده نافذة العمل، دي نافذة العناصر، دي نافذة العمل، ودي وده المسرح اللي هينزل عليه الممثلين. كل واحد هيعرف هينزل امتى، هيقعد قد ايه على خشبة مسرح، وهيمشي امتى، كل ده عن طريق المخرج اللي هينفذ او هيقول له انت تظهر امتى وتختفي امتى وهكذا. يبقى دي خشبة المسرح، دي نافذة العناصر، ودي نافذة العمل.
كل حاجه موجوده على حاجه اسمها السكور. ده السكور، كل اللي انا هنفذه موجود هنا، سواء كانت اكواد، سواء كان ساوند، فيديو، تكست، كل حاجه هلاقيها موجوده على السكور. زي ما اتفقنا من هنا بقفل او افتح، لو عملت دبل كليك على اي حاجه منهم بيقفل من خلال الرمز بتاع البرنامج. طبعا زي ما اتفقنا ان هو ده مينيمايز والماكسمايز، دي حاجات مش معروفه طبعا للكل. اقدر اكبر او اصغر عن طريق ان انا اقف على الزاويه اكبر طول وعرض مع بعض، او عرض بس او طول بس، هكذا. الماكسمايز هنا جيبها لي اقصى ما يمكن، اعمل مينيمايز تاني يرجع لي الوضع اللي كان عليه. هنا اسم الكاست، وهشوف لو انا فاتحه اكتر من كاست هيبقى في الزرار دوت بيقول لي انت لو انا عندي اكتر من واحد على ايه نازلين تحت بعض، واللي انا واقفه عليه هو اللي عليه علامه الصح. هعمل كاست دلوقتي عشان اعرف الفرق ده. نفس الحكايه هنا، قلنا السكور اقدر اقفله من هنا. لو عملت كده عايز تنقله، ولا عايز تكبر او تصغر في الحجم، ولا كل حاجه واضحه في النافذه. ده لو كليك واحد، دبل كليك هيقفل لي النافذه اللي انا واقف عليها. اقدر اوصل لها من كنترول بار من الويندو سكور، يا اما من كنترول اربعه. دوس كنترول اربعه يفتح لي السكور. ارجع تاني للغرفه. معايا يا جماعه ولا نمتوا مني؟ معلش النهارده محاضره نظري، بس النهارده اهم محاضره في الدايركت. ان شاء الله اللي هيستوعب النهارده او مش هيستوعب ما تقلقوش، احنا مع بعض. بس النهارده يعتبر بنبني الاساس للبرنامج. الصوت يفصل عند الكل؟ الصوت بيفصل مع الكل ولا مع ناس وناس؟ والشاشة كانت كويسة ولا جابت اسود برضه؟ أنا ما تقلقوش، إن شاء الله فريق تسجيل بيسجل، وأنا إن شاء الله كمان بسجل، وهتنزل على جروب قريب. يا رب تمام إن شاء الله. المهم معايا في الموضوع ده ولا في حاجة تايهة؟ لو في أي حد اسأله أنا تحت أمركم. إن شاء الله كويس. أنا عايزة أسأله والله عشان أحس إن الناس يعني في تجاوب. لو في أي حاجة مش مستوعبينها أو معرفتش أوصلها قولوا لي أنا عايزة أسأله. إن شاء الله النهاردة هنفوته كده بعد النظري، بس بإذن الله المرة الجاية هنعمل هوموورك عشان أحس إن في شغل. هيبقى بسيط ما تخافوش، ممكن كل واحد يعمل سي في عن نفسه من خلال برنامج الدايركت. قبل ما هنروح النهارده ان شاء الله هنعرف نعمل لقطه فيديو مثلا، او لقطه موفي جوه الدايركتور. هدخل فيها صوت وهدخل فيها صوره وهعمل حركه. انا هتكلم نظري بس في الاخر هعمل جزء عملي هطبق بيه النظري اللي انا قلته. هو دايما اي برنامج في الاول بيبقى لازم جزء نظري عشان بس اعرف الخلفيه عنه تماما، وبعدين ابتدي العمل. العمل بتاعه هيعجبكم جدا ان شاء الله، هو بس الجزء النظري عشان جديد عليه. لو في اي حاجه تحت امرك، اي سؤال. طب عرفنا الستيج ايه لازمته، والسكور ايه، وكاست ايه؟ ايه الهدف من الستيج، او بيظهر لي ايه الستيج؟ طيب هقوله بسرعة. الستيج عندي هو زي خشبة مسرح بالنسبة للممثل. المخرج بيقول للممثل الفلاني امتى يظهر وامتى يختفي، هيقعد جوه او على خشبة مسرح هيقعد قد ايه، هيختفي تاني ويرجع امتى. ده هدف من خشبة المسرح. خشبة المسرح هي الحاجة اللي هتبان للمستخدم السي في السي دي بتاعتي. يبقى زي بالظبط زي المسرحيه، اللي بيتفرج على مسرحيه ما بيشوفش غير خشبه المسرح، الكواليس اللي جوه دي مش بيشوفها. الكواليس دي بالنسبه لي هنا هي الكاست والسكور.
خلاص يبقى المشاهد المسرحية ما بيشوفش غير خشبة المسرح والناس اللي بتطلع على الخشبة في الوقت المحدد. انا لسه ما روحتش للدايركتور تاني، معلش هي شفتها فعلا. ده بالنسبة للستيج. السكور هو بيئة العمل بتاعتي او النتيجة اللي بحط عليها كل عناصر الشغل بتاعتي. الكاست ده زي مقدمة بتنزل في اول الفيلم او المسرحية، الفيلم دوت المخرج بتاعه كذا، اسم المخرج كذا، اسم المنتج كذا. ده بالنسبة لي هو الكاست، المكتبة اللي بحط فيها العناصر اللي بستخدمها جوه البرمجية بتاعتي. انا عندي موفي واحد، عندي سكور واحد، لكن ممكن يكون عندي اكتر من كده. ازاي؟ زي برضو اي فيلم او مسرحية بيقولك فريق المونتاج او مساعد مخرج، مخرج وهكذا. ده بيبقى في كاستمر، في كاست الممثلين، في كاست المصورين وهكذا. يبقى انا ممكن اعمل اكتر من كاست، وكل كاست اخصصه لحاجة جوه البرمجية بتاعتي. انا بس عايزه اشبه عشان اقرب الفكره. هرجع تاني للدايركتور. كل شغلي هيبقى على السكور. السكور ده زي ما احنا شايفين عندي اكتر من شانل هنتكلم عنها، بس هكمل الكنترول بار. معلش هو الكنترول بار طويل شويه، بس استخداماته واحنا كل شغلنا على الكنترول بار وعلى الثلاث عناصر دول اللي هو الكاست والستيج والسكور. البروبرتي انسبكتور انا برضو ممكن اوصله باكتر من طريقه. انا عندي هنا على الاي جوه دايره زرع، ده بيقول لي هنا انت عايز مواصفات او خصائص ايه. فبقول له شوف لي خصائص الموفي اللي انا واقف عليه. بيقول لي انت حجم الخشبه بتاعتك، خشبه المسرح بتاعتك، او حجم الموفي 800 600، انت عايزه كده ولا عايز تغيره؟ اغيره ازاي؟ بفتح هنا يجيب لي حاجات ستاندرد تبقى موجوده، دي المتعارف عليها مع كل مستخدمين البرنامج. يبقى انت ممكن تستخدم حجم خشبة المسرح يا كده، يا 120 × 240، يا 160 × 120، في ارقام ثابتة. كنا الاول بنستخدم 640 × 480، كان دوت الديفولت في الاول. دلوقتي بقينا بنستخدم 800 × 600، وممكن يكون في دلوقتي 24 × 768. انا سامعة كده، بس احنا لغاية دلوقتي شغلنا بنستخدم 800 × 600. ايه 800 × 600؟ 800 × 600 بكسل. احنا معروف ان اي حاجه بتتعامل مع مونيتور بيبقى بالبكسل. اي حاجه هتتعرض على نت، هتتعرض على شاشه كمبيوتر، بنتعامل معاها بالبكسل. دي هتبقى 800 بكسل في 600 بكسل. طيب اللوكيشن بتاعها ايه؟ انا عايزاه اوصله بالنسبه للشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاعي. طيب السنتر اللي هو 112 × 4 كيلو، انا مش متاكده بس اخترت السهم الجانبي واقول له خليهولي سنتر. الحاجات دي افضل اول ما ابتدي الموفي بتاعي اثبتها زي الفوتوشوب. انا لو كنت في الفوتوشوب في الاول لازم احدد عايز انا اقاس الموفي بتاعي كام، او الشاشه بتاعتي، الصوره اللي انا عايزه انتجها في الاخر لازم يكون مقاسها كذا كذا من الاول. ما ينفعش اصغر او اكبر بعد ما اشتغل. لازم اول ما اشتغل، قبل ما اشتغل احدد انا عايزه حجمها كذا، عايزه الريزوليوشن بتاعها يبقى كذا، عايزه تبقى مقاسها كذا كذا. كل ده لازم اضبطه قبل ما اشتغل. في الدايركتور مش شرط قوي، بس ممكن يحصل لخبطه شويه، فيفضل ان انا اول ما ابتدي شغلي اكون منظمه كل حاجه من الاول. فمن بدايه التنظيم بتاعي لما بفتح المودي بقول له خليه لي 800 600، خليه لي سنتر. دي عدد شانلز، يعني ايه الشانلز اللي هنا دي؟ بيبقى الديفولت بتاعها 150. هقولها وهرجع لها برده في مكانها، معلش هي المعلومه تبقى من اكثر من مكان. ال 150 دي انا لما افتح السكور بلاقي اقصى قناه عندي موجوده 150، ده الديفولت بتاع البرنامج. ايه القنوات دي؟ هنوصل لها كمان 10 دقايق ان شاء الله هنتكلم عنها، بس انا بتكلم على البروبابيلتي انسبكتور فبقول الخصائص بتاعته ورا بعض. طيب انا هفضل على 150 افرض ان انا عايزه اكتر او اقل. انا ممكن اتحكم في الموضوع ده من بريفرنسز واختار عدد القنوات اللي انا عايزها، او اقف هنا واقول له خليها لي 200 واقول له اوكي انتر، او كليك في اي مكان فاضي. خلاص غيرها لي 200. برجع كده هلاقيها بقت 200. طيب انا كبير ايه او اقصى حاجه اقدر اكترها ايه؟ اقصى حاجه 1000 شانل. معرفش بقى دايركتور 11 فيه اكتر ولا لا،
يعني انا الاصدار اللي انا لغايه الاصدار اللي بشتغل عليه كان اقصى حاجه 1000 قناه ممكن اشتغل عليها. في ناس هتقول ايه لازمه ال1000 قناه؟ ممكن تكون ناس بتستخدم يعني، بس احنا مثلا انا عن نفسي من خلال الشغل ممكن استخدم لغايه 300 او 400 شانل، فهي حسب الشغل. الكالر زي ما احنا عارفين الكالر في اي برنامج من برامج الجرافيك او البرمجه بتبقى ليها كل لون ليه رقم وجنبه علامه الداش او الهاش، مش علامه معلش، ده معناه بيبقى 6 ارقام وجنبها علامه الهاش. ده معناه ايه؟ الست اصفار ده معناه اسود، الستة اف معناها ابيض. طب انا مش متاكده يعني، دي ممكن من خلال الشغل عارفه اوصلها او من هنا انا بقول عايزها ابيض. فانا عرفت كده ان الست ارقام باو اف 6 اف جنبها هاش، يبقى ده معناه ان هو اللون الابيض. ايه الابيض وايه الاسود وايه الاحمر والكلام ده كله؟ لما بقف على اي موبي كده او في مكان فاضي مش عليه حاجه من العناصر يبقى ده لون خشبه المسرح بتاعه. ممكن يكون مخرج مخلي خشبه المسرح احمر اخضر اصفر، انا كده خشبه المسرح بتاعتي من غير ممثلين لونها اخضر. ايه الافضل؟ الافضل ان انا بعملها اسود. ليه اسود؟ علشان لما بنتج البرمجيه في الاخر وبصدرها على انها بروجكت وبتبقى سنترد، لما بعمل كده كنترول الت 1 في العاده بيبقى الجزء اللي بره ده برده اسود، الجزء الرمادي اللي عندي دلوقتي ده في العاده بيبقى لونه اسود، فاسود مع اسود مش هيبان خشبه المسرح خالص. ده الهدف ان انا بخلي الموبي بروبيرتز لون الخشبه اسود، ان هو ايه ما يبقاش فيه فاصل بين هنا وهنا لغايه ما تبتدي تظهر بقى العناصر ابتدي اعرف حدود الخشبه بتاعتي. دي مش هلعب فيها، ده بيقول لي انت هتلعب باليتة الالوان بتاعتك على نظام ايه؟ انا بسيبها زي ما هي على ويندوز، انا بستخدم ويندوز الا اذا كنت بستخدم بقى النكسة اجهزة الماك. اللي انا بستخدمه ايه من هنا؟ ايه الحاجات اللي انا شرحتها في الاول؟ الاربع حاجات دول، ما بلعبش بده، بخليها ار جي بي لانه زي ما اتفقنا برضو اي حاجة برمجية او عفوا اي حاجة بستخدمها على مونيتور شاشة كمبيوتر او نت او اي او يعني بستعرض على كمبيوتر شخصي او على النت بخليها ار جي بي، نظام الالوان بيبقى ار جي بي. لكن لو هطلع بيبقى السي ام واي كي. الموضوع ده كان جوه الفوتوشوب اكتر، لو انت هتنتج الصوره بتاعتك مطبوعه يبقى بحوله من الاول سي ام واي كي، بخلي المود بتاع الكلر كلر مود سي ام واي كي، هسيبه على انه مونيتور على الكمبيوتر كده او على النت بخليه ار جي بي، ما بلعبش وهكذا. في حاجات انا مش هشرح طبعا كله لان مش كله بنستخدمه، اللي بنستخدمه الاربع حاجات في الاول دول، وبقول له مثلا انا خلاص عايز اثبت على كده بقول له سيف وخلاص. انا نفسي مش بعرف حاجه اكتر من كده. طيب انا عندي طريقتين لعرض البروبرتي انسبكتور، ده جبته منين؟ عشان لو انا نسيت جبته من رمز اي، ممكن اجيبه من مكان ثاني. ايوه بس برضه كنت عايزه اشرح في وقتها من خلال كاست عندي برضه رمز اي اقدر اوصل للموضوع ده، بس ده بيقول الاي بتاع الكاست، دي مواصفات الكاست، يبقى كل حاجه وليها خصائص بتاعتها. اقدر اجيبه من مكان ثاني؟ ايوه، اعمل رايت كليك واقول له كاست نمبر بروجرام، يبقى في اكتر من طريقه اقدر اوصل بيها للاي. مش عايزه اتوهكم بس معلش لو حد هيكتب او حد مركز معايا، وهنرجع لكل حاجه منها بالتفصيل وقتها. النهارده استعراض عام لواجهه البرنامج والقوائم والبانلز الموجوده في البرنامج بتاعي. في طريقه ثالثه او رابعه؟ ايوه، عن طريق هنا بدوس بيجيب لي الخصائص بتاعتي، لو انا مش فاتحاه بدوس على ده بيجيب. ايه ده؟ هنتكلم عنه برضو ساعتها، بس عشان اعرف انا جبته باكتر من طريقه، من هنا او من قائمه الكاست هنا او من رايت كليك على الحاجه اللي انا عايزه اجيب خصائصها واقول له بروباتر وهكذا. الخصائص دي او البروباتر دي انا عندي انا موبي وعندي البتماب، عندي المنبر، عندي سكايب، تجيب لي خصائص اي حاجة انا بستخدمها جوه برنامج الدايرك.
خلاص وصلنا لغاية هنا. ايه دي؟ ده رمز كتاب مفتوح. الرمز دوت library balance، هفتحه ده بس مش هتكلم عنه الا في وقته ان شاء الله كمان محاضرة بإذن الله. ايه library balance ده؟ انا بفتح هنا دي بتبقى مثلا جاهزة نازلة مع الدايركتور، بتوفر عليا برمجة كتير. يعني دي بتبقى عبارة عن حاجات بأكواد نازلة عليها بتنفذ لي الحاجة اللي جوه الكود دوت تلقائي. هجربها على حاجة كده بسرعة، عايزة أثبت مثلا ده، خلي هنا جزء فين. أنا عايزة حاجة واقفة، ممكن أخليها على السحابة اللي ورا دي مثلا. معلش ما تستعجلوش، كل حاجة هعملها تاني. أنا ناس مقسمة لمجموعات، هل أنت عايز الأنيميشن اللي عليها يبقى 3D ولا عايزه؟ هي دي مجموعات أنا بختار لها أنيميشن، أنا عايزة على الأنيميشن، بختار منها أنيميشن وأوتوماتيك بيفتح لي المجموعة دي. أقول له خليها لي مثلا كلار سايكل وأرميها عليه، وشكلت المواصفات دلوقتي أقول له أوكي، ساعتها هنتكلم فيها عشان ما نقلقش. بيعمل لي افكت عليها، انا معرفش بيعمل افكت ولا، هجرب برضه. ده اللي سايكل سايكلينج. عمل ايه؟ نعيدها تاني. بيقعد بيعمل دايرة الوان، مجموعة الالوان تمر ورا بعضها، بداية اللون ونهاية اللون انا ممكن اتحكم فيه بس هشرحها في وقتها. انا بس حبيت اعرف حضراتكم المكتبه الجاهزه دي ممكن تعمل ايه. دي حاجه من الحاجات. انا ممكن اختار حاجه ثانيه، كنترول لا كان في حاجه ثانيه، ايوه سبرايت ترانزيشن، دي اللي انا بستخدمها اكتر. سبرايت ترانزيشن حاجه جوه المكتبه الجاهزه برضو، بقول له أول ما يدخل العنصر مثلا خليه يدخل لي بتأثير معين. هجرب مثلا، أنا ممكن أمسحها وأرجع تاني عشان تحصل بإيه. ممكن أعمل مثلا حاجة اسمها دور دور ودور، وأقول له أوكي هرجع لها في وقتها تاني. مشفناهاش عشان كنت مظللاها. هنبص على الجزء اللي هنا اللي فيه كلمة هلو، عمل تأثير لما يكون باب بيتقفل. ده تأثير من التأثيرات الجاهزة، أنا ممكن أعمل حاجة جاهزة وممكن أعمل حاجة أنا بإيديا من جوه البرنامج الدائري. هو وفر عليا مكتبة جاهزة ممكن أستعين بيها. المكتبة دي ممكن أستعين بيها في الأكواد كمان. يعني أنا ممكن أشوف التأثير ده اتعمل بطريقة إيه، أفتح وأشوف الكود ده بيقول إيه، وممكن أنفذه في حاجات تانية. فدي مكتبة جاهزة كتأثير وكأكواد ككل حاجة. الرمز دوت بنت ويندو، ايه فايدته؟ لما بدوس عليه بيفتح لي كاست ممبر جديد اسمه بنت. ايه الرقم اللي جابه دوت؟ ده رقم الكاست ممبر الفاضي جوه الكاست بتاعي. قال لي هو بيفتح تلقائي على اول كاست فاضي، هو حتى عشان كده يفضل لما اجي اشتغل ما سيبش كاستات في النص، يفضل يبقى كل الكاست ممبرز ورا بعض. اهو لو لاحظتوا، لو انا سايبه حاجه في النص كده هجرب معايا حضراتكم، لو انا سايبه جزء فاضي في النص كده ودوست على البنت، دوست عليه كده هيفتح لي، ما كنتش انا بس محدده، لا يبقى هو بيفتح في الاخر او حسب المكان اللي انا كنت مظلله عليه. هو في حاجات يفضل ما بكونش سايبه كاستات في النص فاضيه، لان مجرد بعمل امبورت او اي حاجه بحط كاستات فاضيه الاول بيملاها وبعدين يبتدي يملا الكاستات اللي في الاخر. فعشان انا شغلي يبقى مرتب يفضل تبقى كل الكاستات ورا بعض، كان برضه من انواع تنظيم العمل سرعه الوصول للحاجه اللي انا عايزاها. لان ممكن ناس تكون سايبه مجموعه هنا كده، ممكن تكون عامله حبه كده وعامله حبه كده، يبقى شغل منعكش، اللي يجي بعد ما يعرفش يوصل للحاجه. وطبعا زي ما اتفقنا يبقى كل حاجه مسميه باسم
كله متفق عليه يعرف يوصل له على طول. اللي ما كانش حاضر معانا قبل كده اتفقنا على اننا نسمي ساوند اي بي سي في عطل اف عشان تاون ونسميه ترتيب 1 2 3 وهكذا. لو فيديو هنسميه اي بي سي في وبرده 1 2 3 زي ما قلت لك اساس الفيديو جوه البرمجه بتاعتك. لو تكست هيبقى اي بي سي تي 1 وهكذا. بس حاجه التكست بالذات يفضل نخليه في ودي 1 على اساس ان التكست عندي ممكن يكون كتير. فلما اوصل ل 100 واقصى حاجه مثلا يبقى الارقام عندي مش كتير. يفضل لما باجي اسمي اي حاجه ما تزيدش عن 6 ارقام او 6 كاركتر 6 عناصر ورا بعض 6 يا ارقام يا حروف يا ما يبقاش متخللها الكوما والحاجات دي. يفضل التسميه جوه الدايركتور تكون يا ارقام يا حروف وما تزيدش عن 6. هي ممكن تزيد بس يفضل ما تزيدش. انا كده خلاص مطمنه قبل ما هنزل اي برمجه على اي حاجه ان الكاست ممبرز كلها ورا بعضها. كده البنت دوت بيعمل لي بيفتح لي شاشه. الشاشه دي انا مش عايزه اقف على حاجه موجوده. بيفتح لي شاشه انا من جواها. يبقى بدل ما اعمل امبورت واجيب صوره من بره الدايركتور لو حاجه بسيطه ممكن اعملها بسرعه جوه الدايركتور استعين بالبنت اللي موجود جوه البرنامج. البنت ده بيعمل لي ايه؟ بينتج لي حاجه اللي هي البيت ماب اللي هي الصوره النقطيه. الصوره دي بتبقى عيبها بقى انها بتبقى الشرشره دي في الحواف بتاعتها بس ميزتها انها من جوه دايركتور بيبقى حجمها خفيف. انا كده عملت حاجه اسمها بنت رمزها فرشه. اي رمز للبيت ماب البيت ماب جوه دايركتور بياخد رمز الفرشه. البيت ماب ده ممكن اعمله انا من خلال البنت دي وممكن اعمله انبوت برضو من بره. دي هدفها ايه؟ ان انا ممكن استعين بيها لرسم صور او رموز. ممكن ارسم خطوط مستطيلات دواير من جوه برنامج دايركتور يكون ملقانه يعني فيه سيل كلر لو جوه اللون الداخلي ده او فارغه. فارغه ازاي؟ هو عامل لي مجموعه حاجات اهي جوه البنت شبيهة بالفوتوشوب شوية اللي كان معانا في الفوتوشوب. أنا ممكن أعمل مستطيل مليان وممكن أعمل مستطيل مفرغ آخر اللون اللي أنا حطاه هنا. أغير اللون إزاي؟ بفتح هنا هنا بيعمل الإفكت اللي عليه. ممكن هنا أغير اللون أعمل دايرة مليانة ودايرة دايرة مفرغة. إحنا عارفين المليان اللي هو فيل كلر وده ستروك كلر جوه الفوتوشوب. يبقى ده ممكن كنوع من انواع توضيح او اثناء شرح الدايركتور ممكن استعين بالبنت. طب عايز امسح حاجه منهم بحدد كده. لو انا عايز امسح حاجه واحده يا اما بالسليكشن كده واحدد يا اما بعمل دبل كليك عليها يمسح لي كل جوه البنت بتاعتي. نعمل كنترول زد. برضه اللي اشتغل معانا الفوتوشوب هيبقى عارف ديت اللاسو تول. ممكن ان انا بعمل سليكشن لجزء معين منها. اعمل كنترول دي الغيلي سلكشن. دي بيعمل السنتر. يفضل لما اجي استخدم اي بنت ولا حاجه اعمل دبل كليك على العلامه دي عشان اتاكد انها سنتر. لو حد داس بالغلط عليها وانا ما كنتش عاملاها ونزلت الشغل على السكور ممكن يحصل لخبطه. فيفضل ان انا لما اجي اشتغل اكون مخليها دي سنتر. يبقى العنصر بتاعي موجود في نص الصوره اللي انا حاطها. دي هاند بيتحرك لي زي برضه جوه الفوتوشوب اللي كان معانا في الفوتوشوب واللي مش معانا ان شاء الله يرجع للمحاضره. بيحرك الحاجه اوصلها عن طريق السبيس لو انا مش عليها زي الفوتوشوب بالظبط يا اما بدوس على الهاند واتحرك. اللي معانا في الفوتوشوب نفس الخصائص ونفس كل حاجه. دي زوم بدوس كليك بس ليها عدد معين من الكليك تقريبا 3 مرات وخلاص مش هيكتر اكتر من كده. عايز ارجع للحجم الاولاني تاني بدوس على المربع اللي هنا ده. انا كده جبت اخري بدوس على المربع اللي هي الزاويه دي كليك يرجعني كده. اجرب كده ده الكليك هنا يرجعني؟ لا جوه الدايركتور ممكن يرجعني الفوتوشوب هنا ما بيرجعنيش. الاي دروبر هنا ياخد برده ممكن اللون من هنا بستخدمه في حاجه ثانيه نفس الحكايه زي الفوتوشوب اهو. يبقى انا بدل ما ادور على اللون ده تاني كان خصائصه ايه او كان لونه ايه بالظبط بالدرجات بجيب الاي دروبر واختار. دي برضو بتملالي الجزء المفرغ. لو دوست كده بره
ال A ده زي ما احنا عارفين تكست، انا بضغط عليه وبكتب Alt Shift يمين، انا عشان مش مختاره خط عربي برضو نفس خطايف الخط، بعملها رايت كليك عليه او دبل كليك على ال A، على ال A هيجيب لي الفونت اسمه فونت A، الستايل بتاعه حجمه لونه والريفيو الريفيو بتاعه، اشوف كده كويس ولا لا، واقول له اوكي لو انا طمنت. البنسل ده زي ما احنا شايفين برضه رمز واي من الكيبورد، اقدر انا ارسم بايدي. طب ايه فايدته ده لو حد خط او رسمه حلو في دلوقتي، طلع هو مش جديد ده يعني، بس انا اتعاملت معاه قريب، اللي هي مش عارفه اسمها ايه، باليت ولا ايه يا ربي، في كده زي لوحه ومعاها القلم بتاعها، اقدر وبتوصل سنسور مع الكمبيوتر، يعني ممكن هو يرسم على اللوحه دي وتترسم هنا على البنت، وممكن لو هو بيعرف يستخدم الماوس كويس ويرسم حاجه كويسه ممكن يستخدم البنت دوت رسمها. طبعا كل دي حاجات توضيحيه مش هتستخدم كبرمجيه تطلع في السوق يعني، مش هتبقى عادي، هي بس حلوه لو حد بيشرح لحد حاجه ليد على الدايركتور ممكن يستخدم معاها البنت كحاجه بسيطه. هرجع للغرفه ونرجع تاني. معايا لغايه دلوقتي ولا تهنا؟ انا معلش هختصر شويه حاجات عشان ما نزهقش، وممكن خلال الشرح العملي نرجع لها تاني. ايه الاخبار يا جماعه؟ هل من مجيب؟ خلاص ان شاء الله المرة القادمة. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي قربنا نخلص الحمد لله كنترول بار، هنرجع تاني للدايركتور. زي ما اتفقنا او نتعامل مع فوتوشوب حضراتكم ما شاء الله اساتذه، البنت بيتعامل مع صوره راستر، الراستر دي ما اقدرش اتحكم فيها، في حاجه فيكتور، فيكتور شيب ويندو، لما بدوس عليها بقدر اعمل باث زي ما بتعمل في الفوتوشوب البنت تول، بعمل بحدد البنت بيعمل لي اللي هي الانكور، بيعمل لي الباث بتاعه اقدر اتحكم فيه، بيعمل لي انحناءات، الانحناءات دي بتبقى سموث خالص، ميزتها ان انا بكبر او اصغر في الشكل اللي هيجي ما بيأثرش على عكس البنت، البنت لو كبرت زياده عن اللزوم هتبان الحواف على انها مشرشره، لكن جوه الفيكتور ما بيبقاش الموضوع كده، تبقى الحواف مهما كبرنا او صغرنا بتبقى الحواف ناعمه جدا. فده ميزة الفيكتور. الميزة الثانية للفيكتور عن البيت ماب انه بيبقى اخف حجم، لو قدرنا يعني معظم الحاجة اللي عندنا على دايركتور في الفيكتور بيبقى افضل، لان حجمه بيبقى اقل من حجم البيت ماب. انا هسيبها في الشخبطة دي، انا اعرف ايه سببها. بعد كده هدوس على التكست، في حاجة عندي تكست وعندي فيلد، هنعرفه في وقته برضه، بس نعرف جوه الدايركتور انا ممكن اعمل ايه. هي النافذه شبه بعض بالشكل ده، هو حتى جايب هنا فيلد وجايب تكست، الاثنين اخدين نفس الشكل بس كل واحد فيهم هيبقى له رمز جوه الكاست من بره. هنا برضه زي الوورد او زي الوورد ماب، وورد اللي هي اسمها ايه دي، النوت باد، بيبقى عندي ان هي تختار حجم الخط، تختار نوع الخط، تحدده بولد ولا ايتاليك ولا اندرلاين، مقاسه ايه، ارتفاع بين الخط والتاني قد ايه، المحاذاه، كل الحاجات اللي هي الفورمات اللي ممكن اعملها على التكست موجوده عندي في التكست، موجوده عندي في الفيلد. انا هكتب، هو مشكله طبعا العربي مع كل البرامج انه مش بيتقري بسهوله، وممكن يجيب لي اليمين شمال والعكس، يعني ممكن اكتب السلام عليكم مثلا يجيب لي حروف مقطعه وبالعكس. هنا الميزه ايه، انا ممكن اصغر او اكبر حسب حجم الجمله او الكلمه اللي انا عايزها. يفضل مقاس التكست ومقاس الفيلد
الاثنين يبقوا على قد الكلمه اللي موجوده، علشان لما بنزلها على الستيج هنا ما تاخدش اطار كبير حواليها. تفضل كل حاجه وكل كلمه تبقى على قد على قدها بالظبط، عشان الاطر ما تدخلش على بعض وقت البرمجه. الحاجات دي كلها بتبان وقت برمجه وقت برمجه السبرايت. لما بحط عليه اكواد ممكن كود يتعارض مع كود. ليه بقى؟ لان مقاس المربع ده كبير قوي دخل مع المربع اللي جنبه، فده اثر على ده. فيفضل اي حاجه اخلي حدودها على قد الحاجه اللي عندي. انا كده اتاكدت مثلا ان الكلمه على قدها، اقول اوكي خلاص. لما بنزلها هنا بتنزل لي مربع على قد كده. هي ليه مش باينه؟ علشان هي ورا السكور، ورا التب. ورا التب ليه؟ هنعرف لما نروح للسكور. الدايركتور للاسف برضه الفوتوشوب كان ممكن نعمل كنترول الت زد يعمل لي اكتر من تراجع، لكن الدايركتور تراجع واحد بس. هل نعرف نغير جوه الريفرنس ولا لا؟ الريفرنس انا عن نفسي مش متاكده، بس ممكن اسال واجاوب عليها المره الجايه. انا عن نفسي مش متاكده، بس هي متهيألي تراجع واحد بس. احنا كده وصلنا لغايه التكست. الشوك ويف 3 دي ويندو انا ما اتعاملتش معاه، بس الشوك ويف عموما بيستخدمه لما نكون نرفع البرمجيه بتاعتنا على النت. ايه رمز الترس وايه رمز الورقه وايه رمز ده؟ لما بدوس على الترس ده اسمه بيهيفير انسبكتور. لو انا واقفه على، مش عايزه ادخل فيها دلوقتي، هو كل حاجه هيجهزها وقتها، بس معلش هتكلم عنها بسرعه كده كمقدمه. لو انا واقفه هنا مثلا على سبرايت من السبرايتات، اي حاجه جوه المكان دوت اسمه سبرايت. لو نفس الحاجه دي يعني مثلا دي تبه، انا هقفل كده وافتح، انا بعمل دبل كليك بيفتحها لي كبير، وبعدين بيحددها لي مكانها فين جوه الكاست. جوه الكاست هنا اسمها كاست ممبر، على السكور اسمها سبرايت. انا حددت السبرايت ودوست على الترس ده، بيفتح لي حاجه اسمها البيهيفير انسبكتور. انا ممكن اكتب الديتكتور او الكود ده باكتر من طريقه. ممكن اكتبه لما اقول له هنا ضيف لي بيهيفير جديد، يقول لي انت عايز واحد من الموجودين عندك اصلا. ممكن احدد واقول له حطه لي جواه، لو دوست كده هينزله لي عليه على طول، وعمل كلمه اون جواه. يبقى انا لو عندي بيهيفير موجود اقول له حطه لي على السبرايت اللي انا محدده. لو مش عندي او عايز احط واحد جديد بدوس عليه واقول له نيو بيهيفير، وهسمي وهعمل، مش هدخل جوه الموضوع ده بس انا هعرف بس ايه هيزيد. ده بكتابة كود اسمه behavior. عندي أكتر من نوع من أنواع الأكواد اللي بتتعمل جوه البرمجية أو جوه اللينجو. في behavior، في دايركت، في سبرايت، في أكتر من حاجة. رمز الترس هو رمز البيهيفير، هنعرفها دلوقتي كده. يبقى أنا عندي حاجة اسمها behavior، عندي حاجة اسمها script، وعندي حاجة اسمها message window. message window دي بس النوع من أنواع إيه؟ اشوف الشغل بتاعي ايه تاثيره، هنعرفها في وقتها برضه. السكريبت ويندو لما بدوس عليه يفتح لي صفحه اسمها سكريبت، اكتب جواها السكريبت دوت. ممكن اخليه بيهافير، ممكن اخليه موفي سكريبت، اكتر من حاجه هنخلي ان شاء الله في المحاضره هي اللي جايه هي اللي بعدها في الموضوع ده. بس انا عشان اعرف اوصل الحاجه ازاي، اقدر اوصلها من هنا او من حته ثانيه. انا عندي الاختصارات الكنترولات عموما هقولها بترتيب علشان بس ما نتوهش من بعض. هقولها بترتيب. كنترول زيرو يفتح لي النافذه اللي انا كنت فاتحاها حالا اللي هي السكريبت ويندو. كنترول زيرو، طيب اقفلها تاني ازاي؟ برضه ممكن من كنترول زيرو تاني اقفلها، يا اما هفتحها من هنا وهقفلها برضه من هنا، يا اما هفتحها وهقفلها من هنا. وقائمة ويندو اختار برضو كل حاجة جوه ويندو، هلاقي سكريبت. قائمة ويندو بتفتح لي كل تول الكنترول او البلد اللي عندي جوه برنامج اداري. هي السكريبت مش جوه الويندو، بس التول، التول بار، الكنترول بار، البلد موجودة جوه قائمة الويندو. لو انا مش فاكر هفتح من هنا او افتكر السند. كل حاجة هلاقي اختصارها عندي من زيرو واحد أو ستة، عفوا زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وسبعة فوق، تمانية تسعة
لو انا مش فاكر هرجع لقائمه الويندو واشوف اختيارات كل قائمه او كل نتيجه من الاوتبوت دي بفتحها واقفلها ازاي. التول بار ارجع تاني، التول بار اللي هو ده تول باليت، ده بيتفتح تلقائي اول ما بفتح برنامج الدايركتور. ده برضو نفس اللي موجود جوه البنت بس بره، في عندي تشيك بوكس، في عندي كذا حاجه، دي التعليم الاول لكن مش هستخدمها بعد كده. عشان وقفت شرح القوائم فمعيش ممكن ارجع لها شويه وارجع تاني وهكذا. يبقى انا عايز اعرف الاختصارات بتاعتي عن طريق قائمه الويندو، هشوف الزيرو فتح لي قائمه النتيجه بتاعت السكريبت، 1 فتح لي نتيجه المسج، 2 فتح لي الكنترول بانل، 3 الكاست، 4 السكور، الكنترول ام المسج اللي هي دي. يبقى انا اقدر اوصل للمسج عن طريق التول بار، عن طريق قائمه الويندو، عن طريق كنترول ام من الكيبورد. البنت فتحتها من الويندو، فتحتها من التول بار، فتحتها برضو بالموديفاير كي كنترول 5. الفيكتور شيب ده هو ده، التيكت هو ده، الكويك تايم بدوس كنترول 9، ده بيجيب لي فيديو مش هنتكلم عنه دلوقتي، وقت الفيديو هنتكلم عنه. الشو كويز 3 دي اللي هو ده نتكلم عنه برضه ان شاء الله في وقته. هنا بقى الريال ميديا والاي بي اي فيديو، لو انا اللي هو لو انا هعمل امبورت للفيديو ممكن اتعامل مع الحاجات. انا كده خلصت التول بار. هنتكلم بقى عن الكاست ممبر، هنتكلم عن السكور بالتفصيل. قبل دولك ان شاء الله احنا عرفنا ان انا اقدر اوصل لخصائص الاستيج بتاعتي عن طريق ان انا اعمل رايت كليك في اي جزء فاضي هنا واقول له موفي بروباتي، بيجيب لي قايمه اللي احنا شرحناها من شويه عشان اتاكد ان خصائصي او المواصفات بتاعه الاستيج بتاعتي مظبوطه قبل ما يبتدي التمثيل عليها. هرجع للغرفه وبعدين نرجع للكلاس بسرعه، وهنستعرض ان شاء الله في اخر ربع ساعه برمجيه او اتنين كده نعرف فيهم الشغل ممكن يتعمل ازاي. ايه الاخبار؟ احنا فعلا بنصمم جوه فوتوشوب، بنستورد الحاجه ونحطها جوه الدايركت ونحركها. قد يعني ممكن اللي هي بنت الحاجات ديت اللي انا استخدمتها جوه الدايركت دي لوقت الشرح بس توصيل معلومه، لكن كانتاج ده بيبقى كل حاجه جوه الفوتوشوب او الفلاش مثلا وبستدعيها جوه الدايركت. لو في اي سؤال ولا حاجه يا جماعه ربنا يخليكم. معلش انا اسفه فعلا لو نظر كتير بس والله ضروري، انا عارفه ان محاضرات النظر بتبقى ممله. في اي سؤال ولا اي حاجه في الجزء القديم قبل ما ندخل على القصه ونشرح فيه؟ طب ارجع للدايركتور ولا ايه الاخبار؟ ناس معايا؟ الصوت واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ هو الصوت بيتاخر قوي كده؟ طيب انا اتكلم عن القصه بسرعه وبعدين هنتكلم على السكور، لان في السكور هنبتدي بقى ايه يبقى في تفاعل شويه. انا عارفه ان نظري ممل جدا ده حواليا، معلش انا بقلق لما بلاقيش رد، بحس ان الناس يا اما زهقت يا اما الشرح مش كويس. لو كنا فاتحين الدايركتور مع بعض كان هيبقى برضه في شويه تفاعل ان شاء الله. يسعدك ربنا يخليكم يا رب. طيب هروح للكاست تاني ونرجع كمان شويه بعد السكور، هنرجع بعد.
يعني على هنا او بدوس كنترول 2 كنترول 3 عندي اكتر من طريقه زي ما اتفقنا. الكاست هنا هنتكلم بقى عن الشاشه اللي بتظهر لي لما بفتح قائمه النتيجه بتاعه الكاست زي ما اتفقنا. رمز البرنامج بقى في دي لو كليك واحده بيقول لي انت عايز تصغره مينيمايز ولا عايز تحركه ولا عايز تغير في حجمه ولا تقفله. عايز اقفله على طول بعمل دبل كليك يقفل لي وممكن اصغر او اكبر من خلال المجموعه دي. عايز احركه من مكانه ممكن امسك المربع عندي هنا مجموعه نقاط كده لما بقف عليها بتعمل لي اربع اسهم عكس بعض. لما بحركها كده بيعمل لي شكل اطار فارغ على اساس يقول لي انت هتحطه في الحته دي كويس كده ولا لا. اما بوصل انا كده عامله دراج لسه ما عملتش دوب، يعني عامله كليك على الماوس وما سبتش. عمل لي رمز تحت وتحته مربع وعمل لي اطار فارغ بيقول لي ان الكاست اللي هتنقله هيبقى في المكان ده. اول ما امسك كليك بينقله لي في المكان الجديد. يبقى بنقل ازاي؟ يا اما امسك شريط الازرق ده واحركه بس هينقله لي على طول من غير ما يعمل لي الشكل اللي عمله قبل كده، يا اما همسك النقاط اللي على جنب دي لما يعمل لي اربع اسهم عكس بعض واحرك فبيديني المنظر ده واسيب في المكان الجديد. حصل ايه هنا؟ عشان الاثنين كانوا تحت بعض التحموا في بعض. لو انا حركت اللي فوق دلوقتي هيتحرك السكور معاه. والحكايه دي بتحصل لي لما بسطر الدايركتور في الاول. اول ما بسطر الدايركتور يبقى عندي الشكل بالمنظر ده. يبقى عندي الفوز بانل وعندي الكاست والسكور لازقين في بعض كده. في ناس بتحب تسيبها كده براحتها، لكن بيخلق. انا بحب مثلا كاست يكون لوحده واحب السكور يكون لوحده. اقسمهم ازاي؟ باجي على اللي تحت واقف على الجزء اللي هو عامل اربع اسهم دولت واتحرك بيه لوحده. يبقى دي فايده ان انا الاربع اسهم العكس بعض. فايدتها لو اثنين ملتحقين في بعض بالشكل ده. انا عايزه اجيبها كده، عايزه الحمام تاني والتحموا بالصدفه. والمفروض ان انا بحركه لغايه ما تعمل شريط كده حسيتني ان هما هيجيبوا بعض. ما علينا، يبقى احنا عرفنا ازاي نقسمهم من بعض. لما بمسك الجزء اللي تحت وما يديني اربع اسهم عكس بعض كده اقدر افصله عنها. يبقى لما هنيجي نخطب ان شاء الله دايركت واول مره هنلاقي الاثنين دول لازقين في بعض هفصلهم بالطريقه دي. السهم ده زي ما احنا شفنا لما بدوس عليه لا انا عايزه الاثنين يبقوا موجودين بس افتح واصغر واكبر لما احب. ده الهدف منه ان انا ممكن اصغر كده عشان يبقوا الاثنين موجودين عندي بدل ما اقفل وافتح، ولما احب اشوف ايه العناصر اللي جواها بفتح السهم الجانبي ده. يبقى لما السهم بيبقى في اتجاه اسم الكف يبقى مقفول، السهم بيبقى لتحت يبقى فاتح لي الكف بتاعي. نفس الحكاية في السكور زي ما اتفقنا، هنا بينقل هنا بيصغر او يكبر او يعني يفتح اللوك او يقفلها. اسم برنامج اسم الكاست بتاعي او السكوب بتاعي هفتح كاست تاني. بعد ما شفنا هنا انا لو عندي اكتر هعمل مؤقتا كاست جديد هخليه مثلا اي بي سي. وبالمره هعرف ازاي اعمل كاست جديد لو انا ما عنديش. انا في العاده او الديفولت بتاع برنامج الدايركتور بيبقى عندي انترنال كاست. تنزل تلقائي اول ما بفتح برنامج الدايركتور بيجيب لي على طول كاست انترنال مفتوح جديد. ده ديفولت. طيب انا مش عايزه واحد بس، عايزه اكثر من واحد، فبقول خلاص افتح لي واحد جديد اعمل لي نيو كاست. بيقول لي انت عايز الكاست الجديد اللي هتعمله انترنال برضو ولا اكسترنال؟ ايه انترنال وايه اكسترنال؟ انترنال يعني لما بقفل الموفي ده وبفتحه بيبقى موجود جوه الموفي، بيتحفظ معاه وبيبقى حجمه جوه حجم الموفي بتاعي. اكسترنال كاست بيتحفظ لوحده، عشان كده احنا لما شفنا فايل اوبن عمل لي نيو موفي ونيو كاست. لما يبقى نيو كاست يبقى ده كاست اكسترنال، بيحفظه تلقائي على انه منفصل عن الموفي اللي انا واقفه فيه. يبقى الانترنال لما بختار انترنال ممكن اخد اكتر من انترنال، مش لازم يبقى انترنال واحد حسب اختياري. يعني انا اخترت اثنين انترنال ثلاثة انترنال براحتي، بس هيأثر على حجم الموفي في النهاية. فيفضل لما هعمل اكسترنال لما هعمل قص تاني اعمله اكسترنال بحيث يبقى حجمه بعيد عن حجم الموفي اللي انا واقفه فيه.
use in current movie يعني استخدمه في الموفي بتاعي اللي انا واقفه فيه دلوقتي اللي انا بستخدمه دلوقتي، ممكن اظللها او اشيلها، بس يفضل اسيبها زي ما هي مظلله لان انا هستخدمها معاه. لو انا شلتها هضطر اعمل له لينك، يعني انا ممكن اشيل دي واقول له خليه لي اكسترنال كاست وسميه مثلا اي بي سي كاست 1، ممكن اقول له كده، ممكن اعملها كلها كاست لوك او لا مش بتفرق في الدايركتور، الاسامي جوه الدايركتور الكابيتال والسمول مش هتفرق فيه، لكن في الفلاش بتفرق، حتى في البرمجه الكابيتال والسمول مش بتفرق، هي بس كده الايضاح. لو انا عملت دلوقتي كريت هيعمل لي اكسترنال كاست بس مش هيربطه بالكاست بتاعي، هنعمل كريت كده خلاص هو عمله، هقول له سيف حفظه لي، خليته مكمل ولا اكسترنال اهو، هو حفظه بس ما حطهوش هنا لان انا مش ربطه بالموبي بتاعي، بس موجود في المكان اللي انا حافظه فيه الموبي ده، يعني انا عامله فولدر وحافظه فيه الموبي بتاع رحله في عالم، هو حافظ الكاست الثاني جوه نفس الفولدر بس منفصل عن الموبي بتاعي. فانا لما هعمل نيو كاست وهسميه وهخليه اكسترنال هقول يوز ان كارنت موبي، مش هلعب في الاختيار ده، وهسميه اي بي سي كاست 2 مثلا، واقول له كريت. اما بفتح هنا قال لي ان انت ضفت كاست جديد بس اكسترنال مش انترنال، يعني هيتحفظ حجمه لوحده بره الموفي بتاعك انت دلوقتي جواه. انا كده العلامه الصح دي بتحدد لي انت واقف على انهي كاست منهم، هقول له ارجع لي الانترنال تاني بس خليني الاكسترنال هو اي بي سي هعوزه. اذا انا لما بعمل علامه الصح على الجزء ده بيفتح لي الكاست اللي موجود اللي انا عايزه اقف عليه. دي هتنفع امتى؟ لو انا عندي 5 6 كاستات بستخدمها زي ما اتفقنا، ممكن اعمل كاست للساوند بس لو انا عندي برمجيه كبيره وحجمها هيبقى كبير قوي، فبعمل كاست للساوند، بعمل كاست للفيديو، كاست للتكست، وهكذا بحيث في الاخر كل حاجه لوحدها تبقى حجمها قليل، هيبقى لينك بينهم بس. يبقى انا لما بفتح الرمز دوت ده بيقول لي ان انت الكاستات اللي عندك كذا وكذا ولا عايز تعمل واحد جديد، وبختار منه. ده الاختيار الاولاني. الشاشه الحاجه الثانيه اسمها كاست فيو ستايل، انت عايز تعرض الكاستات بتاعتك بالشكل ده ولا عايز تعرضها بالشكل الثاني. انا عندي حاجتين للعرض، فرقتين للعرض، اما بدوس كليك بيبدل بينهم، كليك كده وكليك كده. ايه الفرق بينهم؟ دي بتعمل لي ثامب نيل صغير للصوره، يعني دي ايه لو انا لو الاسامي مش عايز اوصل بالاسامي بس، يعني ممكن دي تبني لو انا هعتمد على الاسامي او عندي حاجات كتير قوي، والثامبنيل دي هتخلي لي الكاستات كتير، فانا ممكن اختارها عن طريق الاسم بالحكايه دي ان انا بعملها بالستايل ده. في ناس تحب الستايل ده براحتها، في ناس تحب الستايل ده براحتها، هو بس نوع من انواع ايه دفع الملل، يعني ان انا حسب طريقتك لشغلك انت. هي دي صورة مصغرة للخط بتاعي اللي موجود هنا، انت عايز الباص بالشكل ده ولا ده ولا ده، وكل حاجة ليها رمز زي ما اتفقنا. الترس ده احنا قلنا ان هو ده كود، الكود بيبقى اخد رمز الترس، ممكن ياخد رمز الورقة، هنعرف الفرق بينهم ان شاء الله في وقتها. يبقى انا لما بشوف ترس او ورقة اعرف ان ده كود كتابة لغة اللينجا، بشوف رمز الفرشة يبقى دي بنت بتمال، بشوف انا عشان كده عملت كميون ثانية وسبتها تحت. يبقى انا كل ما اشوف حاجه عليها فرشه يبقى دي بتمثل صوره ثابته، لما بتتكبر قوي قوي بتبقى مبكسله. الرمز دوت رمز صوت، يبقى كل حاجه جوه الكاست ليها رمز، يبقى ممكن اوصلها عن طريق الشكل اللي هو الثامبنيل الصغير ده او عن طريق الرمز الصغير الموجود في اقصى الجنوب الشرقي ده من الثامبنيل. يبقى انا عندي هنا بتمات، عندي ساوند، عندي كود، عندي ايه تاني؟ هنزل واشوف ايه الرمز ده. دي حاجه جوه الدايركتور اسمها فيلم لوب، هنعرفها في وقتها برضو. معلش يا جماعه انا النهارده بس استعراض سريع للحاجه، وان شاء الله كل حاجه هتتقال في وقتها بالتفصيل. انا حبيت احط رمز من كل حاجه عشان كده، يبقى انا عندي رمز الفرشه يرمز لي للبتناب، رمز المايك الصغير دوت او السماعه ترمز لي للصوت، الترس او الورقه بيرمز لكوب. في ايه تاني جديد؟ الرمز ده اللي هو في 3 دوائر ونقط،
دي معناها انها صورة متحركة. الرمز ده رمز صلب عامل مربع وفيه اللي هو المؤشر بتاع الكتابة، ده رمز صلب. الـ A رمز تكست، ده رمز اللي هو الأنكور وحواليها باص، دوت اللي هو رمز الفيكتور. كل حاجة جوه الدايركتور ليها رمز، يبقى ممكن أوصل للرمز، ممكن أوصل لشكل السامبل الموجود يعرفني بالتاسك ده إيه بالظبط، وهكذا. دوت اللي هو الفيكتور، ده التكست، ده البيهيفير أو كود جاهز أو كود عموما بياخد رمز الترس، البتماب بتاخد رمز الفرشة، الصوت بياخد رمز السماعة، وهنوصل لو في حاجة جديدة الفورم تاني دوت كده ضم معظم الحاجات. في فيديو بياخد رمز الكويك تايم، ما نزلناش فيديو النهارده، مش فاكرة إن في حاجة خفيفة ممكن أنزلها، لو فيها هنزل إن شاء الله المرة الجاية. يبقى أنا لسه عندي فيديو ممكن ينزل، عندي اكسترا ممكن انزلها، هنعرف برضه الاكسترا في وقتها ان شاء الله تعالى. طيب احنا كده لو لاحظنا هنا انا عندي طريقتين لعرض الكاستات اللي موجوده، لو انا عندي كتير هيبقى عندي هنا كذا حاجه ورا بعض. اللي اخد اللون الفاتح دوت هو ده اللي انت واقف عليه، يبقى انا ممكن اجيب الكاست بطريقتين، من هنا احدد الكاست اللي انا عايزاه او هعمل اكتر من كاست كده وهسميه كريت انشاء. يبقى كل قصة هعمله هيضرب لي هنا، اما بفتح بلاقي قصات كلها هنا وانت واقف على القص الفلاني، اختار اللي انا عايزاه او من هنا. عندي طريقتين لعرض القصة، عندي طريقتين لعرض قص منظر في جوه القص. لو لاحظنا يرجع لي قص منظر واحد، لو لاحظنا العلامة حددها بيبقى اخد اللون الازرق، اللي مش محدد اخد اللون الرمادي. اما بعمل تراجع كده يعني ارجع لي كاست ممبر، بريفيس كاست ممبر، هنا نيكست كاست ممبر. ايه ده؟ هو اول ما وقفت عليه عمل لي رمز دراج، دراج كاست ممبر. انا كده محدده خلاص، هنا مثلا انا محدده الكاست ده، اما بقعد كده وبسحب ينزل لي الكاست اللي انا محدده ده على السكور. هنتكلم في حته السحب دي في بقى. يبقى انا اقدر اسحب من هنا وارمي او اسحب من هنا وارمي، عندي طريقتين لادراج الكاست ممبر جوه الستيج. هنقولها بالمره عشان ممكن انساها ساعتها، معلش، ان انا ممكن اعمل الدراج ده على الستيج على طول، وممكن اعمله على السكور. هكبر شويه اهو، هعمل كده. ايه الفرق بين الاثنين لو لاحظت؟ لو لاحظنا ان انا لما عملت هنا دراج كده على طول على الستيج نزل في المكان اللي انا رميت عليه، ما نزلش في السنتر، ونزل هنا على السكور في مكان انا مش محدداه، يعني ممكن ينزل في اي قط اي سبرايت فاضي. يبقى انا لما بسحبه وبنزله على الستيج ما بعرفش هو نزل على انهي سبرايت، ما بينزلش في السنتر بتاع الستيج، ما بيبقاش حلو. يبقى ايه الافضل؟ الافضل ان انا لما اسحب من هنا او من هنا ان انا اسحب على السبرايت. اولا انا عارفه انا هسحب على انهي سبرايت، 18 17 10، وهينزل في السنتر بتاع الستيج. ايه الفايده؟ يعني تنظيم عمل برضه، ترتيب، اتاكد ان العناصر نازله بتنظيم معين. هو يفضل ان انا بسحب على السكور افضل علشان يبقى الحاجه منظمه، بالذات امتى؟ لما هعمل حاجه محتاجه الاينمنت معين، محاذاه معينه، فبنزلها كلها تنزل كلها في السنتر، وبعد كده اتاخرها يمين او شمال في الحدود اللي انا عايزها. احنا وصلنا لهنا. طيب انا عايزه اجيب حاجه تكون اسمها اسميها مثلا هنا. انا قلت على الكاست دوت قال لي ان اسمه واحد، حدث على جنبه قال لي ان الكاست ده اسمه اثنين، وهكذا حسب التسميه اللي محطوطه. طب التسميه دي خلاص كده مش هتحكم فيها؟ لا، ممكن اعمل كليك على المساحه دي واغير الاسم، او بعمل عفوا
يقدروا يسلكوا الكود اللي جواه واغير برضو من هنا اكتر من طريقه. نفس الحاجات اللي موجوده النكست والباك ديت، يبقى انا عندي اكتر من طريقه للابحار داخل التاسك من هنا او من جوه العناصر من هنا. بعمل كليك واختار الاسم وغيره لو انا عايز اغيره، فلازم احدد العنصر وبعدين كليك هنا واغير الاسم لو محتاجه اغيره. هنا انا واقفه كده على قسم معين، قسم ممبر معين، ودست كده، ده معناه ايه؟ انه هيكتب لي الكود جوه الصوره دي. ايه الفايده؟ ده معناه ان انا لما هسحب الصوره دي كل مره هتسحب لي بالكود اللي عليها. لو انا بصيت كده قبل ما اكتب الكود، هتاخد ده على جنب شويه، اول ما بص على رمز الورقه دوت اللي هي كاست ممبر سكريبت، واختصارها زي ما احنا شايفين كنترول كوما، اول ما دوست عليها عمل لي رمز ورقه صغيره جوه الكاست، يعني عمل لي بنت على اليمين والسكريبت على الشمال. ده معناه ان الصوره دي كل ما هتسحبها وترميها على السكور كل ما هتنزل معاها الكود ده. هتفيدني ايه؟ هتفيدني لما اعمل الباتنز، بدل ما كل مره اكتب وارمي او احط الباتنز لوحدها وبعدين ارمي عليها كود، لا انا برمي الباتن بالكود بتاعي، دي هتنفعني وقت ما اعمل الباتن. لو ما كتبتش خلاص بيختفي الرمز. زي ما اتكلمنا قبل كده في التول بار، الاي وجواها اي جوه دايره زرقاء اللي هو كاست ممبر بروفايل، اقدر اوصل له واحدد الكاست واقول له خصائصه ايه. هو بيقول لي ان حجمه كذا، حجم الكاست ده كله على بعض، مش الكاست ممبر، الكاست كله هيبقى حجمه 16.4 ميجا بايت. طبعا ده مستحيل، يفضل اي حاجه ما تزيدش على 2 ميجا بايت. ليه بقى كبير؟ عشان انا حاطه فيه كل حاجه. لذلك يفضل اعمل كاست للتكست، كاست للساوند، كاست للفيديو، كاست للاكواد، وهكذا. هلاقي كل حاجه حجمها قليل، وفي نفس الوقت تحميل البرنامج او الموفي بتاعي هيبقى سهل. الحاجات دي كلها يفضل اعرفها قبل ما اصدر او اعمل اكسبورت او اعمل بروجكت للمشروع بتاعي. لازم اطمن ان كل حاجه في حدود المعقول، اطمن ان الحروف ما تبقاش عربي جوه الدايركتو، يفضل ما تزيدش عن 6 حروف، على قد ما اقدر ما تسيبش سبيس في النص، وهكذا. بيقول لي ان الكاست اللي انت قلت عليه دوت اسمه نمبر 1، جوه كاست اسمه انترنال. طب هقف على حاجه ثانيه، قال لي الكاست اللي انت قلت عليه نمبر 2 جوه كاست اسمه اي بي سي كاست 2. نرجع للانترنال ثاني، ايه النمبر ده؟ النمبر ده يعني ده ترتيب الكاستات مش ترتيب العنصر جوه الكاست. ما شفنا هنا انترنال انا مخليها رقم واحد، اللي بعده رقم اثنين، اللي بعده ثلاثة، اللي بعده أربعة. طب أنا عايز أجيب رقم أربعة دوت هنا، ممكن أسحبه كده، ممكن أغير رقمه هنا وأسميه اثنين مثلا. الفايل نيم، الستورج، الاكسترنال، عايز أجيب حاجة فيها كلام. زي ما اتفقنا ان ده هو ترتيب الكاست، الكاست ممبر، الكاست قصدي عفوا مش الكاست ممبر، ده ترتيب الكاست. يبقى الكاست ده اخر رقم واحد واسمه انترنال، الكاست ده رقم اثنين واسمه اي بي سي كاست 2، وهكذا. بيقول لك انت مخزنه فين؟ طب انا لو مكانه عايز اعرف مكانه فين بالظبط، فبدوس على المكان ده بيحدد لي انت عايز تخزنه في اي مكان. انا مش حافظه عشان كده مش جايب لي الكاست بتاعه. انا لسه ما حفظتوش، هقول له سيف اول. بيقول لي الكاست ده لسه ما تحفظش، هتسميه ايه؟ حدد مكانه جوه الرحله. هقول له احفظه لي في المكان ده. في كاست تاني ما سميتهوش، احفظه لي في نفس المكان طبعا، يفضل كل شغل يبقى في مكان واحد. خلاص انا كده حفظته. لو لاحظت مجرد ما حفظت قال لي ان المسار بتاع الكاست بتاعك دوت موجود في المسار ده. ده هينفعني امتى؟ لو انا نقلت شغلي من بارتيشن لبارتيشن تاني ونسيت انا كنت حافظه فين، او سبت الكاست من الكاستات دي في بارتيشن وبقيت شغل في بارتيشن تاني،
جيت انقله على السي دي ولا حاجه طلع لي ايرور. فعشان كده عن طريق الباص ده اعرف ايه المشكله عندي فين. دي معلش انا ممكن اكون تطرقت لها بدري شويه، بس هي هتنفعني امتى؟ هتنفعني لما في المشاكل اللي هتواجهني وقت تصدير البرمجيات بتاعتي. يبقى انا ممكن اعرف مسار الكاست بتاعي عن طريق البروباليتيز، بقف عليها وبشوف الثلاث مواد ديت، بيقول لي اللي هو الستورج اكسترنال مكانه فين، يقول لي المسار بتاعه على الاف على البرمجيات على كذا كذا، والاكستنشن بتاعه كذا. خلاص انا كده كفايه على البروباليتيز دلوقتي، وقتها ان شاء الله لو في زياده هقولها. هنا بيقول لي ان ده العنصر رقم 2 في الاكسترنال، في الانترنال كاست. لو وقفت هنا هيقول لي ده العنصر رقم 19. هنا ممكن ما يكونش الرقم موجود، طب هعرف رقمه منين؟ لما بعمل سيلكشن بيجيب لي رقمه، ده العنصر 38 في الكاست اللي اسمه انترنال. طيب انا عايزه الاسم والرقم يكونوا موجودين جنب بعض. انا لما بسمي العناصر الرقم بتاعها بيختلف. لو مش مسميه العناصر هلاقي رقمها موجود. لو العناصر فاضيه كده قال لي ده انت كده واقف على 82. هو هنا 82، هو هنا 82. انا هنا مسميه واحد عشان هو رقم 9. الارقام دي اللي جوه هنا مش ملزمه انها تبقى نفس ترتيب القسم. يعني هنا صادف ان واحد هو واحد، لكن اربعه هنا هو ترتيب رقم 2 في الانترنال قسم. يفضل ما اخليش اكتر، دي كانت حاجه كده عشوائيه، لكن انا ان شاء الله هعرض حضراتكم حاجه جاهزه بتفصيل. يعني يفضل ما اخليش اكتر من كاست ممبر اخد نفس الاسم، هيطلع لي ايرور وقت البرمجه على طول وقت البرمجه. ارجع تاني للغرفه. ايه الاخبار يا جماعه؟ معايا لغايه دلوقتي ولا منا؟ عشان كنت متوقعة أخلص السكور النهارده إن شاء الله ألحق أخلصه. معايا لغاية دلوقتي ولا إيه الأخبار؟ أكمل ولا إيه الأخبار يا جماعة؟ ألو ألو ألو، المحاضرة فصلت؟ تعبتوا ولا زهقتوا؟ انا عارفه النظري بيبقى ممل، معلش. اشرح الكور بسرعه ولا خلاص؟ ربنا يخليك يا استاذه فاطمه. بلاش والله، ده انا عامله 8 ورقات تحضير، خلصت من ورقتين بس. انا كنت متوقعه الوقت هيخلص، يعني هخلص قبل الوقت والله. طب لو تعبت خلاص النهارده ولا نكمل لغايه ما اخلص السكور؟ انا عارفه ان دايركتور في الاول النظر تقيل، بس ان شاء الله بعد كده هيبقى ممتع والله. اوعى حد يكره دايركتور. طب الله يخليك يا جماعه. خلاص معلش هو النظر غلط، انا ممكن في الفتره دي، بس يا رب يا رب دعواتكم افضل شويه، نفسي افضل. انا كان نفسي والله معلش ابعت لكم البرامج اللي قلت عليها المره اللي فاتت، ان شاء الله لو قدرت هبعتها. كلنا نظري بيبقى غلط على كل، انا عارفه انا عارفه والله، معلش. ربنا يخليكي يا استاذه فاطمه. ممكن الفتره دي هبعت البرامج اللي اتفقنا عليها وما نزلتش بقى على الجروب لغايه دلوقتي، معلش، اللي هي الساوند فورم، فورمات فاكتوري، ال اس دبليو اف دي كومباينر اللي كنا اتكلمنا فيهم في المحاضره اللي فاتت.
والموفي ميكر مع السيفن مبقاش نازل مع السيفن، فممكن برضو نرفع. استاذ اسمع، يا رب يا رب، اتمنى محدش يكره الدايركتور. انا يعني نفسي الحمد لله شايفاها، بالنسبه لي مش عايزه برضو اخوفكم، بالنسبه لي احسن من الفلاش. بالنسبه لي في ناس تانية شايفه الفلاش احسن، هو فلاش خفيف بس انا يعني حبيت الدايركتور اكتر. فيا رب ان شاء الله الاثنين تستفيدوا منهم ان شاء الله. استاذه ساره قريب هتشرح الفلاش، هنبتدي ان شاء الله مع بعض، وهتبتدي هشوف هتبتدي امتى، هنتكلم مع بعض ان شاء الله لما نبتدي شغل عملي. واتمنى زي ما اتفقنا اول المحاضره نتفق بالدايركتور، هفكركم خلال الاسبوع نتفق بالدايركتور عشان نفتحه مع بعض المره الجايه ونشتغل وتدربه، واللي يقف تسالوه. هو العملي مش هيخلينا ننام، العملي حلو، دايركتور ما ينفعش نظري، لازم نعمل مع بعض حاجه. وان شاء الله محاضره او اثنين كمان، وهنعمل مشروع صغير كل واحد يعمل السي في بتاعته بصور خاصه مثلا ببياناته، يكتب يسجل صوت مثلا عشان نجرب بقى البرامج اللي اتكلمنا فيها. احنا هنكتفي دايركتور النهارده بس، هنتفق على اللي ممكن نعمله الفتره الجايه ان شاء الله. المحاضره الجايه هنكمل فيها النظري ونخلصه، ونبتدي مع بعض نعمل جزء عملي، وبعد جزء العمل ده كل واحد هيعمل السي في بتاعته، هننزلها على جروب ان شاء الله تعالى. هتبقى حاجه بسيطه، مش يعني 5 دقايق او اقل، هندخل فيها صوت، هندخل فيها صور، هندخل فيها تكست، وننزلها على الجروب، وممكن نعمل مسابقه نشوف مين احسن واحد عامل السي في بتاعه كويس. العملي هيخلينا نتفاعل اكتر، هو النظري بينيم انا عارفه. ربنا يخليك استاذه فاطمه، لو حضرتك اول مره تحضري الجروب ان شاء الله الدعم الثاني هينزله، واي سؤال ان شاء الله نقدر نجاوب عليه كلنا، اي واحد بتخصصه احنا موجودين كلنا ان شاء الله على الجروب. الله يخليكم جميعا يا جماعه، يا رب يا رب تكون استفدتوا حاجه جديده النهارده، واسف على الاطاله في النظري، انا كنت متوقعه والله هخلص في اقل من ساعتين، بس معلش مواضيع بتفتح بعض. هو ان شاء الله المحاضرات كلها مسجله، المحاضره الاخيره لسه شويه عليها ان شاء الله تنزل بالكثير الاسبوع الجاي مع المحاضره بتاعه المره. خلال الفترة دي أي سؤال يا ريت على الجروب إن شاء الله نجاوب عليه مع بعض، كلنا بنتعلم والأسئلة بتفيد الكل. وكل فترة إن شاء الله نعمل مسابقة خفيفة كده، بحيث إن إحنا يعني اللي ناخده نطبقه على طول، هو أحسن حاجة إن إحنا نطبق عملي على الحاجة اللي هناخدها، مش هننسى ساعتها. أتمنى الجميع حظ سعيد يا رب، وإن شاء الله الأيام دي تكون أيام بارك علينا جميعا، ورمضان بإذن الله على الأبواب يا رب، يجعله خير لكل يا رب وكل العالم العربي. ولو أي سؤال تحت أمركم. آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله، إن شاء الله المرة الجاية هنكمل النظري، واتمنى ما تكونوش زهقتوا، معلش ان شاء الله العملي هيخليكم تستمتعوا بالبرنامج قوي. هحاول خلال الفتره دي على الجروب انزل شويه، هنزل الدايركتور دوت اللي هو البروجكت الصغير المعمول على الرحله، هرفعه على الجروب، وهنزل كام حاجه خفيفه كده عشان تعرفوا الدايركتور مش وحش ان شاء الله تعالى. استاذه اسراء خلاص استأذن ولا ايه الاخبار؟ شكرا يا استاذ، واشكركم جميعا لحسن الاستماع وعفوا للاطاله، ان شاء الله مع بعض في النظري هيكون افضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.